تمام، اوكي. طب يلا، المفروض بقى نبتدي. المفروض هنتكلم النهارده عن الجزء بتاع الماركتنج بلان، وسوري الكونتنت بلان والكونتنت استراتيجي. هنتكلم عن الكونتنت بلان والكونتنت استراتيجي، هناخد الفرق ما بين ده وما بين ده، ايه الفرق ما بين الكونتنت بلان والكونتنت استراتيجي، تمام، ونبتدي نعرف الخطوات بتاعتهم ايه، واهم الاخطاء اللي بيقعوا فيها الناس اللي بتتكلم في الكونتنت او كاتبين المحتوى، والتفاصيل بتاعت التنفيذ بتاعت الكونتنت استراتيجي والكونتنت بلان. يعني الحوار كله هيكون في نفس الاطار ده. طيب، المفروض الفرق ايه ما بين الكونتنت بلان وما بين الكونتنت استراتيجي، او ايه اللي بيفرق الكونتنت بلان عن الكونتنت استراتيجي، او ليه الناس بتلخبط دايما ما بين الكونتنت بلان والكونتنت استراتيجي. في فرق ما بين في موضوع الكونتنت بقى، في فرق ما بين الكونتنت بلان وما بين الكونتنت استراتيجي. الاثنين مختلفين عن بعض تماما، والاثنين ملهمش وجهة واحدة، او المفروض الاثنين مش واحد زي ما في ناس بتلخبط كتير ما بين ده وما بين ده، وبتفكر ان المفروض كونتنت بلان هو نفس الكونتنت استراتيجي، او الاثنين واحد، او بيشتغلوا الاثنين مع بعض، او ان هو بيعمل كلندر والمفروض الكونتنت كلندر دي هي البلان بتاعته. طيب، خلينا ناخد كده الاول الكونتنت استراتيجي. في الكونتنت استراتيجي انت بتشتغل الاول، كاول حاجه في الاستراتيجي بتشتغل على الاوبجكتيف بتاعه الكونتنت. دلوقتي انا لو عايز اكتب كونتنت، المفروض ان انا في الكونتنت ده بحدد المفروض بحدد الاهداف. انا دلوقتي الاوبجكتيف بتاعتي ايه جوه الكونتنت اللي انا هكتبه. طبعا طبيعه الكونتنت مش ان انا اكتب كونتنت واحد وخلاص، او ان انا المفروض هكتب بوست ويبقى انا كده كتبت الكونتنت. لا، احنا لما بنتكلم عن استراتيجيه الكونتنت او الكونتنت استراتيجي، بيبقى احنا بنتكلم عن بلان كامله، او كوارتر كامل بنكتب فيه كونتنت، او كامبين كامله بنكتب لها كونتنت، او ما الى ذلك. مش هينفع ان انا اكتب كونتنت او اعمل كونتنت استراتيجي على بوست المفروض ان انا هكتبه، او على المفروض ان انا هكتب كونتنت يبقى انا خلاص حد جاي بيقول لي انا عايز كونتنت فاكتب له بوست وابعته له كده. لا، هو المفروض ان انا بحط اوبجكتيف. طب اوبجكتيف زي ايه؟ زي مثلا ان انا هعمل كونتنت لويب سايت، تمام. المفروض الاوبجكتيف بتاعتي مثلا ان انا اظهر في محركات البحث في الصفحة الاولى بالكونتنت، او اكتب كونت يتوافق مع محركات البحث او يتوافق مع الاي سي او علشان اظهر في محركات البحث في الاول. ده كده يعتبر هدف، او ده بالنسبه لي المفروض ان هو هدف ان انا احطه في دماغي علشان ان انا اشتغل على الكونتنت بتاعي، دي اوبجكتيف. طب لو انا مثلا عندي مثلا هكتب كونتنت مثلا على السوشيال ميديا او حاجه، طب انا ممكن اكتب كونتنت يكون مثلا الهدف بتاعه ان انا اعمل اويرنس عن البرودكت. انا عندي مثلا برودكت وهكتب كونتنت على مدار الشهر او على مدار الكوارتر ده، علشان المفروض الكونتنت ده يوصل رساله المنتج للناس، او يوصل الرساله بطريقه اندايركت او طريقه اندايركت سيل او طريقه غير بيعيه للناس، ان انا اوصل الكونتنت ده يعمل حاجه معينه، ليه اوبجكتيف معينه. يبقى اول حاجه المفروض علشان نشتغل على الكونتنت لازم نكون حاطين اوبجكتيف، لازم يكون في هدف محدد، او حاجه معينه انا بشتغل عليها او لسببها عشان اكتب الكونتنت. ما ينفعش ان انا اقول ان انا هكتب كونتنت ويبقى انا كده خلاص انا بحدد ان انا هكتب كونتنت وخلاص، وبفضل بقى افتح بقى الكونتنت كليندر بتاعتي وابتدي اكتب الكونتنت واحدد الكونتنت وابتدي اكتب كده من دماغي وخلاص. لا، انا لازم أن اكون حاطط اوبجكتيف. فمثلا اوبجكتيف زي ايه بالظبط؟ زي ما احنا قلنا، المفروض ان انا بشتغل، لو انا مثلا هكتب كونتنت للويب سايت، لا، انا الاوبجكتيف بتاعتي ان انا اظهر في محركات البحث، او الاوبجكتيف بتاعتي ان انا اخلي الكونتنت بتاعي مثلا يتوافق مع الكلاينت اللي داخل يقرا او ايا كان. ده لو انا هكتب كونتنت مثلا على الويب سايت. طب لو انا مثلا هكتب كونتنت في السوشيال ميديا، لا، انا هكتب كونتنت عشان اعمل اويرنس، هكتب كونتنت علشان المفروض ان انا محتاج اخلي الناس تبقى انترستد بيا، اكتب كونتنت علشان اد فاليو للناس، هكتب كونتنت مثلا علشان ان انا
اوعي الناس بحاجه معينه، يبقى انا لازم يكون الاول حاجه حاطط اوبجكتيف معينه او حاطط بالظبط ايه اللي انا محتاجه علشان الكونتنت ده. تمام، دي كده اول نقطه. يبقى اول نقطه لازم بحط اوبجكتيف معينه علشان احدد المفروض الكونتنت ده هدفه ايه في الاخر، انا هكتب الكونتنت ده ليه. دي اول نقطه. تمام، تاني نقطه، لو انا المفروض هكتب الكونتنت ده، مين اللي هيقرا الكونتنت؟ انا دلوقتي بكتب الكونتنت، ما ينفعش ان انا اكتب كونتنت المفروض ان انا مستهدف مصر كلها تقراه، او انا مستهدف ان مجموعه من الناس هي اللي تقرا الكونتنت ده، وهي ان انا مثلا عندي مثلا ستات مصر كلها. طب ما ده مش ناس اوريدي، ده مش تارجت خالص، دي سيجمنتيشن واسعه جدا وشريحه كبيره جدا جدا، ما ينفعش انت تكتب كونتنت عشان كل الناس او كل السيدات تقراه. انت محتاج او انت محتاجه يكون الكونتنت مين اللي هيقراه، لازم أن يكون في جمهور مستهدف معين هو اللي هيقرا الكونتنت، لازم أن يكون في تارجت اودينس هم اللي هيقراوا الكونتنت ده. التارجت ده لازم بنعمل الباير بيرسونا بتاعتنا ونشوف الكونتنت ده، هل الناس اللي هتقراه هم مين بالظبط، سنهم، عمرهم، المفروض هم ساكنين فين، اللانجوج بتاعتهم، الفويس تون بتاعتهم ايه، بيتكلموا ازاي، بيقولوا ايه، طريقة كلامهم، التفاصيل دي كلها. فانا لازم انا اعمل الباير بيرسونا للكلاينت بتاعي. طب انا هعمل ازاي الباير بيرسونا دي، او المفروض الناس اللي هتيجي تكلمني اعرف مين هم ازاي او كده. المفروض ان انا لو انا كنت بكتب كونتنت قبل كده، او لو انا عندي البيج اللي بكتب عليها الكونتنت او الويب سايت اللي انا بكتب بيه الكونتنت، بعمل اناليسز للناس اللي قرت الكونتنت ده، والناس اللي فيري امبورتنت يعني المهتمين جدا بالكونتنت، الناس اللي هي عندها عملت كول تو اكشن و او مش يعني خدت اكشن مع الكونتنت، مش اكشن بالضروره ان هي تكون اشترت او كده لان انا بكتب كونتنت، لا، المفروض ان هي دخلت وقرت الكونتنت لاخره وتابعت الكونتنت. طبعا لو انا عندي ويب سايت هقدر اطلع الاناليسز دي. طيب لو انا مثلا على السوشيال ميديا هعرف ازاي؟ ممكن اجيب اللي شغال مودريشن على البيج، هو هيكون ادرى وهيكون عارف الناس اللي بتخش تكلمه وتتناقش، الناس اللي تخش تتناقش معاهم هم مين بالظبط. يعني احنا المفروض في حاجه المفروض بنعملها مش كل الناس بتعملها، او مش كل الناس اوير بيها او مش انترستد بيها، اللي هو ان انت الناس اللي على مدار الفتره اللي انت حطيت فيها الكونتنت او عملت له بابليش او نزلت الكونتنت مش بتتابعهم، مش بتعمل لهم فولو اب، مش بتشوف الناس دي على مدار مثلا لو انا دلوقتي عامل كونتنت لشهر كامل. طب الكونتنت بتاع الشهر ده انا بقى المفروض هكتب كونتنت للشهر الجديد او للكوارتر الجديد، طيب ما الناس اللي انا كلمتها الشهر اللي فات راحوا فين؟ يعني مش مجرد ان انا اتعاملت معاهم او اتعاملوا معايا او قروا الكونتنت فالمفروض ان هو كده خلاص بقى ابتدي اكتب كونتنت، لا، انا المفروض برجع خطوه لورا. يعني بعمل ايه؟ بجيب الكومنتس والمسج كلها اللي المفروض الناس كلمتها وبطلع منها فيدباك، يعني بشوف الناس دي كانت معترضه على ايه، الناس دي ما كانتش بتحب ايه بالظبط، كانت بتقول لا والله انا معترضه على الكلام اللي انتوا كاتبينه ده، او معترضه على المنتج اللي انتوا بتعملوا عنه اويرنس، او معترضه عن حاجه. مثلا لو احنا بنبيع مثلا لعب اطفال مثلا، طب لقيت مثلا ان كل الناس او كل الامهات اللي انا اللي داخلين معايا بيقولوا ان بيقولوا ان في حاجات في الشات هوضحها، ماشي. بيقولوا ان مثلا الناس اللي داخلين عندي بيشتروا لعب اطفال، بيقولوا ان اللعبه غير امنه، وان الاطفال كلهم بيتعوروا من اللعبه دي، او الاطفال كلها بتتضرر من اللعبه دي. فانا المفروض خلاص دي حاجه ما ماخدهاش ان هي حاجه وعدت او تفصيله وعدت وخلاص، لا، انا المفروض بقى بعمل اورنس او ببتدي اوعي الناس وافهم الامهات مثلا اللي هي بتتكلم عن المنتج ده ان هو فيه مشكله، او المنتج ان هو مضر للاطفال او بيعمل حاجه للاطفال، المفروض بقى ببتدي افهمها وبقول لها والله المفروض انت كأم تعملي كذا، او تاخدي بنصايح معينه، او تبتدي ان انا اديها نصايح في الكونتنت بتاع الشهر الجاي. يعني انا باختصار كده نزلت كونتنت على مدار الشهر، بعمل اورنس او بعمل
بكتب عن جيمز معينة للأطفال. طيب جيت آخر الشهر جمعت الفيدباك بتاع العملاء اللي قروا الكونتنت والناس اللي بتتعامل مع البراند بتاعي، لقيت إنه أغلبهم بيقولوا إن في مشكلة في اللعبة بتعمل مشكلة مع الأطفال. فباجي أطلع الفيدباك دي أديها لإدارات المختصة، وباخد أنا الفيدباك دي وابتدي اعدلها على السوشيال ميديا، ابتدي اكتب على السوشيال ميديا والله عشان تبقى انت امينه جدا على طفلك وهو بيلعب باللعبه دي لازم تعملي 1 2 3، وابتدي ان انا اخلق من الكونتنت اللي انا شغال عليه، او ابتدي اخلق من الكونتنت اللي انا ببنيه بجيب منه افكار، وببتدي اعدل كل التفاصيل اللي بتعمل لي مشكله على البيج او بتخليني ان انا عندي مشكله مع التارجت اودينس. لما انا اجي اكتب لهم تاني ممكن ما يبقوش هم انترستد جدا باللي انا بكتبه، فانا لازم انا اخلي بالي من الاجزاء دي. طيب ده كده المفروض ان انا بحدد الاوبجكتيف وبحدد الجزء بتاع التارجت اودينس. طيب نرجع بقى للسؤال اللي في الشات اللي هو انا ازاي بعمل باير بيرسونا. طيب الباير بيرسونا بشتغلها ازاي او بحدد الباير بيرسونا ازاي؟ ببتدي اعمل اناليسز لكل الناس اللي اتعاملت مع الكونتنت بتاعي او اللي ليها لويالتي او ليها علاقه بالبراند اللي انا شغال عليه. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض الكونتنت اللي انا بكتبه مين الناس اللي انترستد بيه وبتتفاعل معاه، ابتدي اطلع السن بتاعهم، وابتدي اطلع اهتماماتهم، وابتدي اطلع اللايف ستايل بتاعهم طريقتهم. المفروض ان انا ابتدي اطلع الاهتمامات اللي هم مهتمين بيها، ابتدي اطلع المنتجات اللي هم مهتمين بيها بعد منتجي او قبل منتجي او اي منتجات هم مهتمين بيها، ابتدي اطلع الديموغرافيك بتاعهم هم اماكنهم فين وما الى ذلك. طيب لو انا ما كتبتش كونتنت قبل كده، لو انا اوريدي انا ما اشتغلتش قبل كده على الكونتنت ومش هقدر اجيب الاناليسيس دي، ببتدي اشوف الكومباتيتيف او بشوف المنافسين بتوعي فين بالظبط من الكونتنت، التارجت اودينس بتوعه مين. هو لما بينزل بوست على السوشيال ميديا بيبقى عامل ادز اكيد. طيب الادز اللي بيعملها دي الناس اللي بتاخد انتراكشن معاه او الناس اللي هي بتتفاعل معاه على البيجز بتاعته او على التشانلز بتاعته مين الناس اللي هم بيتفاعلوا مع السوشيال ميديا بتاعته او بيتفاعلوا مع الويب سايت بتاعه، وابتدي اطلع الاجزاء دي، ابتدي اشوف الاجزاء اللي هم اشتغلوا عليها او الاجزاء اللي هم استهدفوها مين بالظبط، وبناء على ده ببتدي احلل الكلاينت وابتدي استهدفه. مع التيست مرة والتانية والتالتة خلاص انا هفهم بالظبط التارجت اودينس بتوع مين. دي حاجة. حاجة تانية انا ممكن ارجع للاونر او ارجع للسي اي او او الناس المسؤولة عن البروجكت واقول لهم والله يا جماعة دلوقتي انا المفروض هكتب كونتنت ده استهدف بيه المنتج بتاعنا للناس دي. طيب الناس اللي المفروض استهدفها دي انتوا عاملين المنتج ده لمين؟ مين الناس اللي هتشتري مني؟ لان مفيش حد بيعمل بروجكت هو ما عندوش خلفية عنه كافية ان هو بيبيع لمين. لو هو مش عارف هو بيبيع لمين يبقى هو اوريدي البروجكت اصلا من الاساس مش مظبوط. فلازم اي حد عمل بروجكت سواء لو عميل عندي او لو انا شغال في شركة، لو انا بعمل كونتنت لاي حد فاكيد هو عارف الكلاينت بتاعه مين. بناء على معرفته هعرف مين التارجت اودينس واعمل لهم الباير بيرسونا. بناء على المنافسين هعرف مين الباير بيرسونا. بناء على التيست بتاع الكونتنت اللي انا بعمله هعرف مين الباير بيرسونا. بناء على حاجات كتير جدا هقدر اعمل الباير بيرسونا. في تمبلت جاهزه للباير بيرسونا ممكن هبعتها لكم عشان تعرفوا فيها تفاصيل اكتر او تقدروا تشتغلوا عليها بشكل عملي. وطبعا وانتوا شغالين عليها اللي عنده اي سؤال فيها يبعت لي او يقول لي انا عندي مشكله في البير بس انا مش عارف اطبقها او عندي مشكله فيها وانا ابعتها له. كده احنا حددنا علشان نشتغل على الاستراتيجي. احنا قلنا الاستراتيجي بتاعه الكونتنت بحدد فيها الابعاد بتاعتي بكل تفاصيلها علشان لما اجي اعمل بابلش للكونتنت ابقى فاهم انا بعمل الكونتنت بتاعي لمين وبعمل الكونتنت بتاعي لايه. انا ليه بعمل الكونتنت ده او ليه هبني الكونتنت ده وهكتبه لمين بالظبط. تمام. ده طبعا مع تفاصيل تانية هنروح لها دلوقتي. طيب دلوقتي لو انا مثلا
الجزء اللي فات ده حد عنده فيه أي مشكلة أو حد عنده فيه أي حاجة؟ يعطيك العافية على الشرح المفصل. بس أنا في عندي بوينت. أول إشي صوتي مسموع؟ اه انا سامعك. اه أنا البوينت اللي أنا لليوم مش عارف أطبقها إنه الفيدباك هذه من الكلاينت، تمام خصوصا مثلا إنه أنا شركة تسويق وكونتنت رايتر فيها وبكتب على السوشيال ميديا، وإنه مش شهر 7 بنزل، لكن ما فيش فيدباك، ما حدش مثلا بيعلق، او اذا بيعلقوا اشياء يعني انه اشياء يعني ما بستفيد منها. فكيف انا بدي اعرف الفيدباك تبعتهم، بحيث انه مثلا انه اذا في عندنا مشكلة اعدل او اني اخلق الحاجة. تمام. هو المنتج ايه طيب؟ هي ماركتينج سولوشن، احنا بنقدم SEO ادس وكونتنت وهيك. تمام. طيب المشكلة بقى ان الكلاينت بتاعكو اصلا انتوا شغالين بي تو بي اكتر، ان انتوا بتقدموا حلول لشركات وبتقدموا حلول. تمام. طيب انا ممكن اخد الفيدباك بتاع الكلاينت بتاعي اصلا؟ تمام. يعني مثلا انا دلوقتي ممكن اخد ده، مش لازم اخده اونلاين، انا ممكن اخده اوفلاين. يعني مثلا على فكره كل الاسئله اللي في الشات دي انا هجاوب عليها، بس هناخدها جزء جزء. يعني الكلاينت اللي انا بتعامل معاه، والله دلوقتي حضرتك احنا بنقدم سيرفيس اي سي او، بنقدم سيرفيس ويب سايتس ديفلوبمنت، وبنقدم بلا بلا بلا، وببتدي اكمل السيرفيس بتاعتي. تمام. ببتدي طبعا بيقول لي لا والله انا مش هقدر، ده انا معايا مثلا حد، او انا مثلا اشتغلت قبل كده او ايا كان. طيب حضرتك عندك مشاكل معينه في شغلك؟ تمام. او مشاكل معينه مع الكلاينت اللي انت الناس اللي ماسكه لك شغلك، او عندك اي مشاكل؟ طب اي تعال، وابتدي اخد منه التفاصيل اللي عنده بناء عليها ابني كونتنت. طيب لو الراجل ده عمل ديل معايا وخلاص واتفق معايا، ببتدي اخد منه التفاصيل اللي هو اشتغل معاهم قبل كده. انت حضرتك اشتغلت مع شركات تانية قبل كده؟ اكيد هيقول اه، او على الاقل خالص عمل مقارنة ما بين شركتي وما بين شركات الحلول التقنية التانية او الناس المنافسين ليا. فهبتدي افهم منه هو ايه اللي خلاه يختارني انا ما اختارهمش هما، ايه اللي خلاه يتعامل معايا انا ما اتعاملش معاهم هما. طب هو محتاج ايه؟ طب هو منتظر مني ايه؟ وبناء على الاسئلة دي كلها هبتدي اكون ابعاد مختلفة، وابتدي افهم هو ايه بالظبط. حاليا في الايجنسي او شركات الحلول، في شركات بتشتغل على اندستري واحدة بس، بتحاول تميز نفسها في الجزء ده. يعني مثلا في شركة تقول والله انا بقدم حلول تقنية كاي سي او وكونتنت و و وما الى ذلك، لكن في المجال الطبي بس، ما بدخلش ريال استيت، ما بدخلش اكسسوارز، ما بدخلش الكترونيك، ما بدخلش اي حاجه تانية. بيبتدي في الفتره دي يلم كل الديتيلز والان ديتيلز بتاعه الاندستري دي، فبيميز نفسه، فبيروح عارف هو الدكاتره والمستشفيات والعيادات والكلام ده كله ايه مشاكلهم اصلا، وبناء على كده بيشتغل. والله طب انت عندك مشكله، انا اصلا متخصص مع المستشفيات والعيادات، فهتلاقي عندي الحلول. تمام. وابتدي ادرس مشاكله، وبناء على مشاكله دي ببتدي انا تارجته بيها، احول مشكلته لسلوشن وانا ابتدي اكتب بيها وابتدي اشتغل عليها، وافهم بالظبط ده التارجت اودينس بتوعي. طب انا لو بشتغل على جزء الطبي بس، لا يبقى انا بستهدف دكاتره، بستهدف مستشفيات، وابتدي بقى احلل نفسيه الدكاتره نفسها، الدكاتره نفسها انواع، طب كل نوع منهم شغال في ايه وطريقته عامله ازاي، وابتدي خلاص ده الاودينس بتاعي، ابتدي احلله بشكل كبير. وصلت الفكرة؟ هيك تمام. بس في كمان سؤال. اه اتفضل. اه هلا انت قلت انه في فرق بين كونتنت بلان والكونتنت استراتيجي. طب تمام. ما انا فعليا لما اجي اعمل كونتنت بلان انا فعليا انا بعمل بعمل مثلا بحدد الاوبجكتيفز، بحدد البيرسونا عشان اعرف لمين اوجه كلامي، وبعمل هاي الخطوات. يعني حتى الآن أنا ما عرفت إنه شو بتفرق الكونتنت استراتيجي عن كونتنت بلان، ولا بس هي بتكون إنه هذيك ربع سنوية أو نص سنوية أو هذيك مدة والتانية لا مدة. لا، هقول لحضرتك حاجه. دلوقتي احنا عندنا جزئين، جزء الاستراتيجي وجزء البلان. طيب الاستراتيجي هي المكمله، او البلان هي جزء من الاستراتيجي او بتكمل فيما بعد الاستراتيجي. يعني مثلا لو احنا خدناها خطوات، او لو احنا
قلنا مثلا المفروض ايه الخطوات اللي بنمشي عليها علشان اعرف الفرق ما بين الكونتنت استراتيجي وما بين الكونتنت بلان، فانا بشتغل كخطوات الاول، بشتغل على الكونتنت استراتيجي في الحاجات اللي انا ماشيين فيها دلوقتي اللي احنا وصلنا فيها لجزئين، اللي هو قلنا بنحدد التارجت اودينس وبنحدد الجزء بتاع الاوبجكتيف بتاعي، وهنكمل بقى بقية الخطوات. ولو هنيجي للجزء بتاع الماركتنج بلان او الجزء بتاع البلان هقول لك المفروض بقى في الجزء ده بنعمل ايه. بس عموما احنا علشان نشتغل ككونتنت بنمشي على الخطوات دي. اول حاجه بنعمل كونتنت استراتيجي، بنبني الكونتنت استراتيجي بما فيها بقى من الاوبجكتيف والاودينس والتفاصيل اللي احنا لسه هنقولها دلوقتي، تمام؟ دي اول حاجه ببني في الكونتنت استراتيجي. بعد الكونتنت استراتيجي الخطوه رقم 2 بشتغل على الكونتنت بلان. بعد الكونتنت استراتيجي بشتغل على الكونتنت بلان. طب ايه الفرق ما بين الاستراتيجي وما بين البلان؟ لما نيجي للبلان حضرتك هتاخدي الفرق او هتفهمي الفرق ما بين الاثنين. طيب بعد الكونتنت بلان تالت خطوه بشتغل على الكونتنت برودكشن او التفاصيل بتاع الكونتنت برودكشن بقى واخراج الكونتنت، مثلا لو ميديا هخرجها ازاي والتفاصيل دي، تمام؟ يبقى احنا قلنا كونتنت استراتيجي. بعد كده يا ريت الناس تكتب او الناس تدون ده عندها، كونتنت استراتيجي، وبعد كده بشتغل على الكونتنت بلان، وبعد كده بشتغل على الكونتنت برودكشن، وبعد كده بشتغل على الكونتنت، رابع نقطة بشتغل على الكونتنت بوبليشنج، ببتدي أعمل بوبليش للكونتنت، بعد كده بشتغل على الكونتنت ديستريبيوشن، تمام؟ دول الخمس حاجات بتوع الكونتنت. أحيانا بقى إحنا بيجي في الناس تقول الكونتنت بلان وتروح ضمة فيها كل الكلام ده، أحيانا في ناس تقول الكونتنت استراتيجي وتلاقيها ضمة أجزاء منها وسايبة أجزاء تانية، تمام؟ فهناخد كل خطوة منهم المفروض إيه اللي بيحصل فيها وإيه النقاط اللي تبعها ونكمل على هذا الأساس، تمام؟ تمام. المفروض content strategy، بعد كده content plan، بعد كده content production، بعد كده content publishing، بعد كده content distribution، تمام؟ انا برضو هكتب لكم الاجزاء دي. طب اللي هو دول كلهم هيشرحوا دلوقتي ولا اسالك عن حاجتين الفرق ما بينهم ايه عشان بيدخلوا معايا، يعني بيدخلوا مع بعض معايا على طول؟ هو انا اوضح لك كل ده دلوقتي، بس يعني خلونا نشرح بحيث ان انت لو في عندك سؤال ولقيت اجابته واحنا شغالين يبقى استفدنا بالوقت، تمام؟ تمام فل. مش انا المفروض بكتب لكم الاجزاء دي؟ content protection، وبعد كده قلنا content publish، المهم الجزء واضح اللي فات ولا في حد عنده سؤال تاني بغض النظر عن اللي جاي يعني. ادي الكونتنت برودكشن، بعد كده الكونتنت تمام. انا كده بعت لكم المفروض الاجزاء المفروض بنمشي عليها لو انت هتعمل كونتنت لاي حد او هتعمل كونتنت لاي بيج او لاي اكونت، او المفروض انت هتشتغل كونتنت بتمشي على الخطوات دي، بتعمل كونتنت استراتيجي، بعد كده تخش كونتنت بلان، بعد كده بتشتغل على كونتنت برودكشنز، وبعد كده بتخش على الكونتنت. المفروض انا تقريبا كاتب لكم البرودكشن مرتين، المفروض هي كونتنت بوبليشنج في القبل الاخيره، وبعد كده بتكمل بقى ده كده التفاصيل او بتكمل بقيه
الكونتنت بتاعك عادي جدا. تمام، publishing دي نمبر 4. اوكي، تمام. خلينا ايه اشوف الاسئله اللي فوق. طب الحمد لله كله تمام. ايه تاني بعد البير بيرسونا؟ قلنا التولز اللي ممكن تساعدني احلل عملاء المنافسين. اولا لو انا بشتغل على على الويب سايت، فانا ممكن استخدم حاجه تول اسمها ويب سايت اسمه سيميلر ويب. تمام، طيب لو انا بشتغل على الجزء بتاع بحاول اكتب لكم برضو التولز. تمام، لو انا بشتغل على الجزء بتاع السوشيال ميديا، فانا بشتغل على اهو دي التولز بعتها لكم. لو انا بشتغل على الجزء بتاع لو انا بعمل اناليسز للكلاينت اللي عند المنافسين، فانا بشتغل على موقع اسمه سيميلر ويب. لو انا بشتغل على الويب سايت او التشانلز كسوشيال ميديا للمنافسين، فانا ممكن اشتغل على فان بيج كارما. هتكون يعني دي افضل التولز او اهم التولز اللي ما بنستغناش عنهم في الجزء ده. طيب لو انا دلوقتي المفروض ايه الابعاد اللي حضرتك تقصدها في الاهداف وتحديد الجمهور المستهدف، صح كده؟ انا مش عارف ده سؤال ولا اجابة ولا ده ايه. طيب في فرق ما بين التارجت بيرسونا والباير بيرسونا؟ لا، هي الباير بيرسونا هي بحلل الكلاينت نفسه، والتارجت بيرسونا هي يعني انا كده كده ده تارجت، فانا التفاصيل بتاعته ايه، وده كلاينت فده برضو تفاصيله ايه. اهم حاجه ان اسال عميل لازم اسئله كتير قبل ما ابدا شغلي معاه اصلا. بالظبط، انا يا ياسمين لازم أن يكون معايا فول ديتيلز او كل التفاصيل من الكلاينت عشان اعرف ابتدي. الخطوه الخامسه ايه؟ كونتنت ديستريبيوشن. يا فاطمه ممكن تكتبهم بالترتيب لان ذكرتهم بسرعه حضرتك. ماشي، انا كده كله ايه كتبته لكم، كده كله مكتوب. في اي سؤال في الجزء اللي فات؟ بالنسبة للتولز اللي بنستخدمها، في بالنسبة للي هي الجزئية اللي هي بتاعت فان بيج كارما، مش بتجيب يعني كذا كومبيتيتور معايا، يعني ممكن بتجيب واحد بس عشان لا، كنت بتجيب جربتها. أربعة، بيجيب لحد أربعة، ده اللي هي الفري. بتجيب أربعة فري. تمام، بتجيب أربعة فري. دي احسن من سبيشال بيكر، صح؟ هي مش احسن، هي تكاد تكون زيها بالظبط. طب بس السوشيال بيكر في الاوقات الاخيره كان في بعض المشاكل، ما بيفتحش عند ناس، وساعات كان بيعمل ايرورز، ساعات تيجي تعمل لوجن ما بتقدرش يعمل، وحاجات كده. فبقينا ايه مفضل فان بيج كارما عنه اكتر. بس لو استخدمت التاني عادي هتستخدمه، ما فيش اي مشكلة، عادي ده او ده يعني. تمام، طب هو بيجيب كل البلاتفورم ولا هو بس لا، فيسبوك؟ بيجيب فيسبوك وانستجرام ولينكد ان وتويتر. فيسبوك وانستجرام ولينكد ان وتويتر. اوكي، بالظبط. ما بيجيبش يوتيوب، صح؟ لا، في جزء يوتيوب، اي ثينك ان في جزء يوتيوب، بس انا في الجزء بتاع اليوتيوب بنستخدم في اي دي. لو انا بشتغل على اليوتيوب بنستخدم في اي دي، ده اكستنشن بنضيفه يعني. تمام، ده في الجزء بقى اللي هو البريميوم مش الفري، صح؟ لا، فري برضو، في جزء كبير فري. تمام، ممكن حضرتك تكتبها لنا بس البلاجن ديت؟ كتبتها. تمام، اوكي، شكرا جدا لحضرتك. تمام، ياسمين بتقول انا عايز اعرف الحاجات دي عشان دخلت متاخر. بص يا ياسمين، سريعا كده علشان الوقت، احنا المفروض اتكلمنا ان احنا بنشتغل على الماركتنج استراتيجي، وبعد كده بنشتغل على سوري ماركتنج على الكونتنت استراتيجي، وبعد كده نشتغل على الكونتنت بلان، وبعد كده بنشتغل على
الكونتنت برودكشن، وبنشتغل على الكونتنت الكونتنت في المرحلة الخامسة قلنا ايه، بنشتغل على الكونتنت بتاع الكونتنت ديستريبيوشن ده في الاخر، وبنشتغل على الكونتنت شانل. تمام، دي الحاجات اللي احنا بنشتغلها لو احنا شغالين على الكونتنت. طبعا رقم 4 اتلخبطنا فيها فكتبناها اللي هي الكونتنت بابلشنج، وانا بعمل بابلش. تمام، دي الاجزاء بتاعه الكونتنت. طيب لو انا المفروض محتاج تولز عشان استخدمها، بنستخدم سيميلر ويب، بنستخدم فان بيج كارما، بنستخدم دول افضل اتنين بنستخدمهم. تمام، ايه مين تاني؟ انا يعني بفكر يعني الاسئله كانت المفروض في الاخر، بس احنا بنسال على الجزئين اللي هم في الاول خالص. طيب استاذ محمود، دلوقتي انا جديده خالص في المجال، لسه بتعامل مع فيديو الاعلام ولا فيديو حضرتك القديم الاول ولا اكمل دلوقتي؟ خلينا اشوف دي. بصي يا علياء، انت كملي معانا عادي، تمام، عشان تبقي فاهمه الدنيا او الجزء بتاع الكونتنت. احنا كده ده جزء منفصل عن الفيديوهات اللي فاتت. تمام، وبعد ال بعد السيشن او بعد الميت اب ده ابعتي لي واقول لك تنسقي الدنيا ازاي. تمام، الجزء بتاع فان بيج كارما يا احمد، المفروض بنشتغل على فان بيج كارما عشان نعمل اناليسز للسوشيال ميديا بتاعت المنافسين، عشان نعرف طريقه شغلهم عامله ازاي والتفاصيل بتاعت شغلهم عامله ازاي والكونتنت بتاعهم والعملاء الانترستد او اليوزرز الاكتف بالنسبه لهم. تمام، بيشتغل على تويتر وانستجرام وفيسبوك. تمام، طيب الجزء بتاع ده برضو يا غادة، ده الجزء بتاع فان بيج كارما، هي تول يا جماعة في جوجل، اكتبوا فان بيج كارما هيفتح لكم ويب سايت، من خلال الويب سايت ده هيقدروا تخشوا تشوفوا التفاصيل وتعاملوا، واللي يقع منه حاجة يقول لي. تمام، خلينا بقى نخش في الجزء اللي بعد كده. خلاص حددنا اوبجكتيف، احنا كل ده بنتكلم في الماركتنج استراتيجي، حددنا الاوبجكتيف وحددنا ماشي يا ماشي اوكي. الميتنج ان شاء الله هيتسجل وهينزل باذن الله. تمام تمام اوكي. طيب دلوقتي بنتكلم، خلاص حددنا الاوبجكتيف وحددنا الاودينس، دلوقتي بنتكلم في الجزء اللي بعد كده، السولف بروبلم او المشكله المفروض ان احنا هنحلها للكلاينت. تمام، المشكله اللي المفروض هنعمل لها او بنسميها البروبلم واليو سولفنج، الجزء اللي انا هعمل له حلول. هو دلوقتي كلاينت دخل علشان يشوف الكونتنت، طب شاف الكونتنت استفاد هو ايه؟ يعني ايه اللي انت بتقدمه له عشان يكون انترستد بالكونتنت ده، او الحاجه اللي انت بتقدمها له علشان تحلها له؟ يعني مثلا هو ده حد عنده مشكله مثلا ان عربيته دايما بتتخبط منه، فانت مثلا بتقدم له كونتنت بتقول له ازاي تصلح العربيه بتاعتك او تخلي بالك منها وانت سايق. تمام، ده مثلا دي مشكله، فهو هيبقى انترستد ان هو يقرا الكلام ده عشان كل شويه ما يخبطش العربيه بتاعته. حد مثلا ام مثلا عندها مشكله في ان مثلا طفلها ده مثلا على طول مثلا مثلا بيعيط. تمام، فانا المفروض مثلا في بنلاقي كونتنت كده ازاي تحافظي على نشاط الاطفال او ما الى ذلك. طيب ده مثلا لو انا مثلا عندي في عميل عندي عنده مشكله مثلا في الجروح، ان هو مثلا دايما على طول اي جرح بالنسبه له في جسمه او في ايده او ما الى ذلك، عنده دايما مشكله ان هو ما بيعرفش يتعامل معاها، فبتدي له كونتنت يساعده في ده. حد عنده مشكله ان هو السوفت وير عنده دايما في مشكله مع اللابتوب بتاعه، فبدي له الحلول. حد مثلا محتوى بتاع بيزنس ومحتاج لابتوب صغير، فبدي له ازاي تختار اللابتوب المناسب ليك على حسب. فانا بيبقى دايما دايما وانا بكتب كونتنت بفكر كده. نرمين انا دايما زي ماشي اوكي. بفكر وانا شغال كده ايه المشكله اللي انا هكتب له الكونتنت عشان يحلها. يعني انا دلوقتي المفروض انت عندك مشكله، طيب المشكله دي ككلاينت انا بعمل له ايه؟ انا بحل له ايه؟ انا دلوقتي مهتم ليه ان انا اقرا الكونتنت ده؟ تمام، هل انا بحل له مشكله؟ طب ايه هي المشكله؟ تمام، فلازم وانا شغال خلاص انا حددت الاوبجكتيف وحددت الاودينس، طب الاودينس ده مشكلته ايه عشان احلها له. تمام، فانت لازم وانت شغال تكون عارف بالظبط المفروض الكلاينت ده ايه المشكله
اللي انت هتحلها له. يبقى احنا خلاص حددنا الاوبجكتيف وحددنا التارجت اودينس وحددنا بنتكلم في ان الكلاينت عنده مشكله. طب المشاكل دي هيجيبها منين؟ من الفيدباك برضو بتاع العملاء، سواء العملاء بتوعي او العملاء بتوع المنافسين. طبعا انت ممكن تفتح البوز بتاعت المنافسين وتقعد بقى تشوف بقى المشاكل اللي بيقابلوها. والله انا عندي مشكله يا جماعه في اللابتوب بتاعي، مثلا الشاشه بتاعته مكسوره ومش لاقيها في التوكيل، دي مشكله ببتدي اشتغل عليها. انا ممكن احل له المشكله دي ازاي واقدمها له في الكونتنت. والله يا جماعه انا عندي مشكله مثلا، لو دخلت مثلا لو تارجت سيدات، انا عندي مشكله مثلا ان شقتي مثلا التراب فيها على طول ما بيخرجش لان هي مثلا ساكنه على طريق او حاجه. فابتدي اقول لها مثلا المكنسه بتاعتنا المفروض ان هي بتشتغل على كذا وكذا وكذا، فابتدي اديها حلول. طيب انا حد عنده مشكله في موضوع موبايله، لو هو مهندس مثلا، طب المهندس ده دايما قاعد مثلا، لو هو مهندس معماري قاعد دايما في اماكن فيها اتربه وما الى ذلك، فانا بدي له حلول. والله انت موبايلك هيفضل سليم مع الجراب اللي احنا بنقدمه او الاكسسوارز اللي احنا بنقدمها وما الى ذلك. فابتدي اقدم له حلول. بس بعد ما اقدم له حلول او بقدم له حلول، المفروض افكر في حاجه تانية برضو. النقطه اللي بعدها، ايه اللي المفروض اقدمه له في الحلول دي فيها حاجه يونيك، حاجه فريده عن الكلاينت التاني. تمام، المفروض اشوف ايه الحاجه المنفرده. يعني مثلا لو انا بقدم حل ففي ناس زي منافسين بيقدموا نفس الحلول، طب لو انا بقدم حلول مختلفه او حلول بطريقه، حتى لو هي نفس الحلول بطريقه مبتكره او بطريقه تخليه انترستد ليا، لا يبقى كده الوضع مختلف. فلما اشوف الحلول اللي انا اقدمها ازاي اقدمها بعد كده بشكل يونيك او بشكل مختلف بشكل فريد، المفروض الناس تكون مهتمة بيه او الناس تكون interested وتقدر ان هي تتعامل معايا، لان انا الوحيد اللي بقدم السيرفيس دي. زي بالظبط كده الاوفرز، لما انا اجي اقدم اوفرز او ان انا اقدم حلول معينة، المفروض او بقدم اوفرز معينة، بخلي بالي ان الاوفرز دي تكون متوافقة مع الكلاينت وفي نفس الوقت بتنافس بشكل كبير. يعني انا مثلا بقدم 50% والمفروض اللي المنافس بتاعي بيقدم برضو 50% اوفر. طب الكونتنت بتاعي انا هكتب 50%، تمام، والمفروض ان هو انا الشحن مجانا، تمام. يبقى انا هنا كده اختلفت، يبقى انا انا 50% بس انا عندي حاجة يونيك، حاجة مختلفة، ان انا بقدم لك الشحن مجانا. ممكن مثلا لو انا مثلا شغال على سوق والمنافس بتاعها جوميا، تمام، مثلا في البلاك فرايدي جوميا تيجي تقول انا عندي اوفرز كتير جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت الدفع لما تيجي تستلم، تمام. طيب خلاص، يبقى انت هو بيقدم نفس الاوفر بس في حاجه يونيك، في حاجه مختلفه، تمام، بيقدم السيرفيس بحاجه مختلفه. طيب خلينا نرجع للشات، في النيدز دي عند الكلاينت اللي بيقرا الكونتنت بتاعي، هي النيد دي على حسب الكلاينت اللي بيقرا. اكيد انا مش هخلق نيد للكلاينت مش هو اللي بيقرا لي، تمام. والكلام ده على لو انا بخلق نيد او اللي هي النيد موجوده، تمام. سواء لو انا بخلق نيد عند كلاينت باورنس، طبعا بنرجع للاوبجكتيف، هل هو اصلا عنده النيد دي او علشان الاوبجكتيف بتاعتي تبقى متوافقه ولا لا، ولا هو مش عنده النيد دي فابتدي انا اخلقها له وابتدي اقول له لا انت عندك مشكله معينه، وابتدي اوجهه ان هو عنده مشكله وانا اللي بقدم له الحل بتاعها. يعني دي الجزء بتاع النيد، والمفروض ان انا النيد ده او بقدم له حاجه على حسب احتياجه، وانا المفروض بكون حاجه بقدم له حاجه يونيك او حاجه مختلفه، تمام. طيب الجزء اللي بعد كده، انا خلاص سألت النقطه دي، ماشي اوكي. هو لو النيد والكونتنت اللي انا كاتباه على اساس دوت مختلف مع اتجاه الشركه، بمعنى مثلا لو في المجال الطبي ما بيحبوش يكتبوا educational posts للمرضى عن مثلا مرض معين او حاجه، او تفهمهم بالتفصيل، يقول لك لا انا مش عايز ده، انا عايز كله يتوجه للبيزنس، او مثلا كله يتوجه للحملات. لما تيجي برضه تقول له طب هعمل الحمله مثلا يوم مثلا زي سيرفاين ستادي او حاجه يكون بالمجان عشان اخلي الناس تيجي مثلا، حاجه ما يرضاش برضو، او التوجهات بتاعت الشركه تكون مختلفه عن ده. فانا ساعتها هعمل ايه وانا عارفه النيد وعارفه المفروض يتكتب، بس الشركه مش عايزه، ساعتها بتعمل ايه؟
ساعتها ببتدي اخد ديسيشن مع الاداره، والله يا جماعه ده اللي الماركت بيقوله، يمشي مع الماركت واتحمل المسؤوليه اللي انا بكتبه، يمشي مع الشركه والشركه تتحمل التبعيات بتاعت ده، تمام. فانا ببتدي اشتغل على النقطه دي، او بحاول لو انا اقدر اوفق ما بين اهداف المؤسسه اللي انا شغال معاها او البيزنس اللي انا شغال معاه وما بين الكلاينت، تمام، مفيش توافق، يبقى انا احاول افهمه، اجمع له الفيدباك بتاع الكلاينتس كلها واقول له ادي الفيدباك بتاعت الكلاينتس، ودي العملاء بتوعك محتاجين ده، هتقدر تقدم لهم ده ولا هم الناس دي مش هتبقى موجوده، تمام. وابتدي اوجهه الحقيقه فعليا من الارض، يعني انا دلوقتي مثلا اقول له خد المنافسين بتوعك هم 1 2 3 وبيقدموا سيرفيس 1 2 3، وادي الكلاينت بيقدم 1 2 3، فما تجيش تسالني بعد كده وتقول لي انا ليه مش بيجي لي زيارات. هو بيقيسها اكتر بالحجوزات اللي في المستشفى، بمعنى يعني هو بيحكم على الكونتنت بتاعي بالحجز اللي في الفعلي، مثلا يعني ممكن يلاقي كومنتات عايز عن الموضوع ده، في ناس بتطلب موضوع معين عايز انا اتكلم فيه واوريه الكومنتات ده، سواء بيقيس ان والله لو عملنا يوم بالمجان هيجي لي منهم 2 انا مش عايزهم، انا كده كده خاص، يعني مش هيجيب لي المرضى اللي انا عايزها، فلا. او مثلا هو بيقيسها بالسيلز اكتر، يعني كم واحد حجز عن طريق الايديوكيشن بروسيس، لا بيحجزوا عن طريق الحملات، فانا ده مش مناسب معايا، فاهم قصدي؟ يعني بيقيسها بالسيلز، مش بيقيسها اكتر بالسوشيال ميديا انجيجمنت او كده، فاهم؟ تمام. بس هي هنا بقى الفكره ان انا الديل بتاعي او انا شغال لازم أن يكون هو فاهم ان انا مش انا بانكريس سيلز، بس مش بفينش سيلز، يعني انا اجيب لك الكلاينت بس مش انا اللي اقفل معاه الديل، او مش انا اللي المفروض معني بان انا اخلي الكلاينت يشتري. طيب انا دلوقتي هل هو فاهم التارجت اودينس بتوعه كويس وانا بشتغل على نفس التارجت اودينس، ولا انا شغال على اودينس وهو هدفه اودينس تانيين؟ هو المفروض الاستراتيجي بعد ما بنحط فيها التارجت اودينس ونتفق على هم دول خلاص، بيتفق ان بيبقى فاهم هو بيتارجت مين وهو ده المناسب معاه، مثلا سي لو هي انترناشونال فانا عارفه ان في ناس من ليبيا وعارفه ان في ناس من هنا ومستواهم المادي قد كذا مثلا عشان ياخدوا مثلا حاجات بحسابهم مش بالمجان، فالاودينس معروف هو فاهم ده. بس لما نيجي بقى نجيب مثلا بوستز الناس كمان تشارك تانية، او ان انا زي ايه اوسع الاودينس بتاعي، ما يبقاش هو شخص واحد او مش بس مستهدف مثلا ليبيين بس، لا انا في مصر فانا عايز استهدف كمان فئة معينة من المصريين، بس المصريين برضو تروح تكشف بالمجان عشان تشوف الاول هي عندها سرطان ولا لا، مش هتروح تكشف في مكان اصلا بياخد فلوس على الكشف المبكر ده شعب مصري. ففي حاجات ساعات بتتوجه حسب عقلية الشعب اللي انت بتتكلم معاه برضو. هو المفروض يتوجه على حسب عقلية الشعب، بس لازم أن يكون الاونر اللي معايا او اللي معايا لازم أن افهمه ده ونوصل لنقطة التواصل قبل اصلا ما استارت معاه شغل. يعني مثلا احنا بنقعد باخد منه البريف او باخد منه البيزنس موديل كانفاس او باخد منه الان ديتيلز، بقول له والله المفروض التارجت اودينس بتوعك يحتاجوا 1 2 3 4، وببتدي اعمل له برزنتيشن عن المفروض ان انا مستهدفه او المفروض اللي هيحصل ايه، تمام. وبناء على ده بنبتدي نشتغل. فهل انتوا اصلا مريتوا بالخطوات او البروسيس الصحيحه قبل ما نخش في جزئيه كتابه الكونتنت نفسها؟ يعني المفروض انتوا توافقتوا على الاودينس، توافقتوا على الاوفرز اللي هتقدموها، توافقتوا على طريقه العمل نفسها قبل ما نخش بقى في لحد جوه اخر الشط جوه بقى اللي هو احنا المفروض هنكتب كونتنت ايه؟ وانا المفروض بعد ما اعمل استراتيجي باخد الموافقه وبتجيلي تمام كونفيرم وبنشوفها بوجه عام ونشوف البرزنتيشن بسرعه، بس لما بندخل بقى في كتابه الكونتنت نفسه بيبتدي بقى الابلات كلها تبان وكل حاجه تتشال. لا يبقى المفروض بقى هنا في سيجنتشر في الموضوع، انت امضي ان انت موافق على الكلام ده عشان ما اجيش اشتغل بعد كده تقول لي لا انا مش هشتغل، انا الكلام ده مش عاجبني، لان انا مش هقعد ابني كونتنت كوارتر او كونتنت شهر كامل وفي الاخر بقى نفضل ايديت، ده اصلا بيسقط الاستراتيجي اللي انا اشتغلت عليه. انا ممكن اكتب كونتنت وبعد ما اكتب كونتنت اجي انزل التاني يقول لي لا انا ده اللي مش عاجبني، فابتدي الاقي ان انا طالع بكونتنت فوق ونازل بكونتنت تحت، فيبقى كده الموضوع ماشي بوست باي بوست كده، يعني مش ماشي كونتنت بقى بلان واستراتيجي والكلام ده كله. تمام. هتلاقي نفسك ممكن المره دي تكتبي استنونا في اوفرز جاي ومش عارف ايه، تيجي تنزلي الاوفرز يقول لك لا انا مش هنزل الاوفرز، الاوفرز دي مش عايزني، فاوريدي انا بفقد مصداقيه، بفقد بقى حاجات كتير بقى، يعني الدنيا بتضيع مني بعد كده، فانا لازم اكون متوافق مع الكلام ده قبل ما اشتغل.
تمام، لازم اقول له الكلاينت بتاعك، المنافسين بتوعك، التفاصيل بتاعتك هتستدعي ان احنا نعمل 1 2 3. اتس اوكي، اوكي نستارت، مش اوكي خلاص يبقى ده مش هينفع، وانت هشتغل معاك بس هتتحمل النتيجة لو الدنيا ما ظبطتش زي ما انت عايز يعني. تمام، شكرا جدا، وضحت لي النقطة دي، شكرا جدا. شكرا لله. ياسمين بتقول لو العميل بعد الإعلان قال لي نسبة الإعلانات مش هي اللي أنا متخيلها، المفروض أتصرف إزاي؟ بصوا، هو في مشاكل كتير في الحتة دي، أو في مشاكل إن الكلاينت بيبقى متضايق بعد ما الشغل يخلص. الكلاينت لو أو الأونر أو أيا كان مين اللي أنا شغال معاه، لو جبت له مكسب 2 جنيه هو مش هيبقى عايزه، هو هيبقى عايز 4 جنيه. لو جبت له مكسب 6 جنيه هيقول لي لا انا عايز مكسب 10 جنيه، لو جبت له 1000 هيكون عايز 20. لو هو مش عايز ده يبقى ده مش هدفه ينجح، او ده مش عايز يكبر. تمام، فعمر ما الكلاينت هيقول لك لا برافو انت حققت لي اللي انا محتاجه وانت طلعتني للسما، ايا كان. لا، هو هيبقى عايز، لو مليون عايزهم يبقوا 2 مليون، لو 5 عايزهم يبقى 5 مليون. فخلينا متفقين ان مفيش كلاينت هيكون متخيل نفس اللي بيحصل، او متخيل ان انا ده اللي انا هو مستنيه مني ويقول لي لا تمام. دي حاجه. حاجه تانية، الاونر نفسه او الشخص اللي بيدفع الفلوس او الكلاينت دايما عنده حته الكومبير، ان هو بيقارن، بيقعد نجيب مثلا، هو عارف ان المنافس ليه شركه كذا وهو يعرفها، فاول ما يلاقوا منزلين بوست وعليه انجيجمنت يروح واخد سكرين وبعته لك، يروح يقول لك لا ده هو عندهم تفاعل انا ما عنديش، لا يقول لك انا عايز بوست زي ده، لا ده والله ده هم عندهم مش عارف ايه انا عايز اعمل زيهم، ويفضل بقى ماشي بقصه الغيره دي والقصص دي. فاحنا بقى غير بقى حوارات ومشاكل تانية كتير، فعشان بقى نلغي القصص دي كلها بنتفق من الاول بورق مش بكلام. يعني مثلا العميل دلوقتي بيقول لي نسبة الاعلان مثلا، المفروض اقول له والله يا فندم المفروض الاعلان هيحقق 1 2 3 4 بالارقام. لو جه بعد كده قال لي لا انا كنت متخيلهم 5، لا حضرتك انت مادي على 4 نقط، ال4 نقط دول فيهم 1 2 3 وده اللي انت موافق عليه. ما تجيش بقى تقول لي انا متخيل وتسرح بخيالك ولا انا كنت عايز لبن العصفور وده لبن الحمام، وانا القصص دي ما تمشيش. فاحنا لازم بنمضي عقد، والعقد بيكون فيه التفاصيل، والمفروض ان انا قدمت لك برزنتيشن انت اديتني سيجنتشر عليه ومضيت بقلمك وورق وايدك عليه. فقصه بقى ان انت مش متخيل والقصص دي ما يعني ريحوا نفسكم منها. من الاول مشوها بالارقام، والله انت هتعمل اعلان ب10 جنيه، الاعلان ب10 جنيه هيجيب لك كذا، تمام، الاعلان ب5 جنيه هيجيب لك كذا، طبعا بناء على التيست بقى. يعني مش بقى انا مش كنتش متخيل الكلام ده والقصص دي. يعني اعتقد ياسمين ان هو لو كان محتاج حاجه معينه مش هيبقى الدنيا بالنسبه له كويسه. طيب، ازاي بعرف ان الاعلان هيجيب العدد ده؟ فيسبوك اصلا بيدي من نسبه كذا لكذا. طيب، يعني انا مش عايز ادخل اكتر في قصه الاعلانات، عايزين نخلينا في الكونتنت، بس هجاوب على السؤال ده الاخير في قصه الاعلانات. مبدئيا كده لو انا شغال في ايجنسي فكل الايجنسي بتدي الربع. يعني مثلا لو مثلا انا الاعلان المفروض اللي باين عندي ان هو يجيب لي من 10,000 ل 50,000، فانا باخد الربع، باخد من 10,000، يبقى انا بقول له انا المفروض ال 50,000، ال 50,000 دول ربعهم كام؟ هنفترض مثلا 1,250، لا فانا بقول له المفروض هتاخد 1,000. تمام، لو انا الماكسيمم عندي، لو انا عندي من 1000 ل 5,000، فانا المفروض الايجنسي بيشتغل كده، بتقول له والله المفروض هتاخد المينيمم بقى، بتديله الاقل. تمام، وبناء على كده بتشتغل. دي حاجه. حاجه تانية، بعمل التارجت اودينس بتاعي، والمفروض ان انا بديله نسبه، مش هديله مثلا اول الشهر اقول له والله المفروض حضرتك الاعلان ب5 جنيه، او يعني خلينا نتكلم بواقعيه اكتر، الاعلان ب1000 جنيه هيجيب لك العدد ده، يقول لي خلاص تمام، ويجي اخر الشهر يديني 1000 جنيه ويقول لي اعمل الاعلان. لا حضرتك الكلام ده كان اول الشهر مش دلوقتي، دلوقتي انا هعمل لك مقياس جديد ونشتغل عليه. تمام، فما ينفعش ان انا اعمل مقياس من اسبوع وتيجي دلوقتي تعمل لي حاجه تانية خالص. ما اوريدي الوقت مختلف، المنافسين اختلفت، الميزانيه اختلفت، المزاد نفسه بقى مختلف، الاعلان بيختلف من يوم للتاني. ممكن اعمل اعلان النهارده يجيب نتائج كويسه، يجي بكره الاعلان يبقى وحش جدا زي الزفت. طب ايه الفكره؟ لا، في حاجات اتغيرت، في انترست اتغيرت، في حاجات، في منافسه حصلت، في مزاد عالي، في تفاصيل كتير. فما اجيش انا اديله بادجت اول الشهر يجي اخر الشهر يحاسبني على يديني فلوس ويقول لي يلا اشتغل لي ب 1000 جنيه.
تمام. فدي برضو حاجات كده يعني، في اخطاء كده تكنيكال كده معينه احنا احنا اللي بنعملها، وفي الاخر بنكتشف ان بنقول المشكله فين، طيب واحنا اصلا اللي بنبقى عارفين المشكله، ففي حتت كده معينه لازم نخلي بالنا منها. تمام. معاملتكم اخر حاجه في النقطه دي، معاملتكم مع الكلاينت او مع الناس اللي انتوا بتشتغلوا لها تبقى بالارقام والورقه والقلم، غير كده انت اللي تبقى غلطان مش الكلاينت اللي غلطان. طيب خلونا بقى ايه، نرجع تاني للجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه، الجزء بتاع وقفنا عند المفروض خدنا الاوبجكتيف. بص ندى، والله المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاعلانات وخدنا فيسبوك بشكل كامل، فمش بشكل كامل قوي لان طبعا فيسبوك مش هتلم في ميتوب، لكن المفروض ان انا موعد ان المفروض موضوع الاعلانات هنرجع له تاني يعني. طيب المفروض قلنا الحلول الفريده، مش عارف اعتقد ان سلمى برضو دي كانت حاضره معانا المره اللي فاتت، كانت هي اللي سلمى انت كنت حاضره المره اللي فاتت، انت اللي كنت متابعه وكنت دايما برضو بتردي. تمام، معلش يا سلمى والله انا ما حضرتش الحصه اللي فاتت. تمام. لا هو على اليوتيوب ولا لا؟ لا ما اتسجلتش لان احنا كنا شغالين عملي وكنا فاتحين السكرين وكده يعني. تمام ماشي، لا الحصه فاتتني للاسف. عادي كده كده ان شاء الله هتتكرر يعني، ما تقلقش. تمام. طب انا عندي سؤال بس، في نفس الجزئية ولا جزئية تانية؟ لا هو في جزئية تانية. طب ما أقولك على حاجة، هقولك على حاجة قول. اكتبها في نوت، وكده كده بعد ما نخلص جزء الكونتنت أنا قاعد معاكم الصبح، معايا اللي عنده سؤال أنا قاعد. تمام ماشي. تمام. طيب اتكلمنا بقى آخر حاجة الحلول، وقلنا إن إحنا بعد ما نحط الحلول او الحلول بتاعت الكلاينت المفروض ان انا بشتغل على انها تكون يونيك وحاجه مختلفه، او حاجه تكون ان هي فريده للكلاينت اللي انا بستهدفه، او اللي المفروض ايه هيقرا الكونتنت بتاعي. بعد كده بشتغل على الجزء بتاع الميديا اللي انا بشتغل عليها، او الفورمات بنسميها ايه، كونتنت فورماتس، اللي هو الجزء اللي انا هحط فيه الكونتنت بتاعي. هل انا اشتغل على المحتوى بتاعي انفوجرافيك، ولا هشتغله على فيديو كموضوعات، ولا المفروض ان انا هشتغله كايه بالظبط يعني. الكونتنت الميديا بقى اللي هتكون معاه او اللي هتعبر عن التكست اللي انا كاتبه ايه بالظبط. طيب هل انا هحط له صور، ولا انا هحط له فيديو، ولا انا احط له انفوجراف، ولا انا هحط ايه بالظبط. ده بيعتمد على ايه، بيعتمد على اكتر التفاعل مع الكلاينت بيتفاعل مع ايه. يعني في نوعية من الكلاينتس بيحبوا الفيديوز، في نوعية تانية لا انا مش انترستد بالفيديو، انا لو تكست من 3 سطور خلاص انا بالنسبة لي ده الكونتنت اللي انا انترستد بيه، او ده الكونتنت اللي انا ممكن اقراه، ما عنديش وقت انا اقعد اتفرج على فيديو. تمام. طيب في كلاينت تاني او يوزر تاني لما بيقرا المحتوى بيحب الانفوجرافيك جدا، تمام، بيحب الرسومات والحاجات دي بالنسبة له كويس. فلازم افهم طبيعة الكلاينت اللي هيقرا الكونتنت، او اللي هيقرا الكونتنت بتاعي ده مين بالظبط. طب انا بعرف ده بناء على ايه؟ اول حاجه الكومباتيتيف، الناس اللي شغاله معايا في نفس المجال بتوصل الكونتنت بتاعها ازاي. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه الانسايتس، لما انا اعمل انسايت للكلاينت المفروض بيجيب لهم انترستد الاكتر بالفيديوز، ولا اكتر بالصور، ولا اكتر بالانفوجراف، ولا مدى تفاعلهم ايه، اكتر التفاعلات اللي بيقدموها ايه، هل هم بيعملوا رياكشنز كتير لايك ولاف وما الى ذلك، ولا هم بيعملوا كومنتس كتير، ولا الرياكشنز بتاعتهم ماشيه ازاي. تالت حاجه ممكن اشتغل على تيست، ان انا انزل ادز معينه بكونتنت، تمام، وابتدي اخلي في الكامبين بتاعتي اكتر من اد، واحده انفوجراف، واحده فيديو، واحده صور، او على مدار الشهر وانا شغال ببتدي اقدم ميديا مختلفه في الكونتنت بتاعي، علشان اشوف الفورماتس انهي اللي هتنطبق معاه، هو هيركب معاه انهي واحده فيهم. تمام. وعلى حسب بقى طبيعه الفورمات دي ببتدي اشتغل على الجزء بتاع التشانلز، الجزء اللي بعد كده ببتدي اشتغل على التشانلز، بشوف التشانلز اللي المفروض هشتغل عليها ايه بالظبط، التشانلز اللي انا هشتغلها ايه بالظبط، هل هنزل على فيسبوك، ولا هنزل على يوتيوب، ولا انا المفروض هنزل على ايه بالظبط. المفروض ان انا وانا شغال التشانلز الملائمه لي ايه، ايه الكلاينت ده
موجود على اني تشانلز، المفروض ان هو موجود على يوتيوب ولا موجود على فيسبوك ولا موجود فين بالظبط. مش مهم طبعا ان انا اكون موجود على كل التشانلز، يعني ما ينفعش ان انا اخد براند وبعد ما اخد البراند ده ابتدي اعمل له تشانلز على كل البلاتفورم وابتدي بقى ان انا ابتدي اخليه متواجد في كل حته وما الى ذلك. انا ممكن اعمل له كل ده وفي الاخر اصلا الاقي نفسي ضيعت مجهود ووقت وكونتنت على بلاتفورم انا اصلا الكلاينت بتاعي مش موجود عليها، او اللي هيقرا المحتوى بتاعي مش مهتم بيها، تمام؟ فطبعا وانا شغال ده هيبان معايا وانا شغال. طيب لو انت بقى النقط دي، ممكن عندي سؤال بس قبل ما ننقل لنقطة تانية. حاجة بتقول ان احنا نختار الفورمات او الكونتنت فورمات، تمام كده؟ تمام. من خلال ان انا بشوف العميل بتاعي بيحب ايه والمنافسين وهكذا. طيب لو انا اصلا اشتغل على اندستري احنا واخدين فيها مثلا جزء مختلف تماما عن كل المنافسين بتوعنا، بمعنى زي ما كانت سوها مثلا بتقول من شوية ان انا كل المنافسين بتوعي في المجال اللي انا شغالة فيه بيشتغلوا على فكرة يعني املأ ابليكيشن عشان تحجز الكورس، املأ ابليكيشن عشان تحجز الكورس، وكل الشغل بتاعهم هو عبارة عن صور ديزاينز بس. فأنا لو اعتمدت على الفكرة دي وانا بشتغل، طيب انا كده اختلفت عنهم في ايه؟ اختلفت عن المنافسين في ايه؟ تمام. في بقى هنا هي اسمها استراتيجي، عشان كده اسمها استراتيجي عشان النقطه دي. بمعنى انا ممكن اخد استراتيجي ان انا ادخل مع المنافس بتاعي ونفسه في نفس الميديا ونفس الطرق الشغل اللي بيشتغلها، بس انا هاديها بشكل احسن منه وهاخد شريحه كويسه علشان انا من الخطوه اللي قبلها محدد يونيك وميزه عندي في النيدز بتاعت الكلاينت هتقدر تنافسه. دي استراتيجي. استراتيجي تانية ان انا اقدر اقدم كونتنت مختلف بميديا او فورمات مختلفة، وهقدر بالفورمات دي اجذب الكلاينت اكتر ما هو المنافس بتاعي بيجذبه. انا بقى كواحد بتاع كونتنت ببتدي تيست اشوف التيست بتاعي هيوديني فين. لو انا نزلت حاجة مختلفة هتشد الناس عنه، ولا انا لما انزل حاجة واقدر انافسه فيها هقدر اكسبه فيها، وبناء على التيست اللي انا بعمله بختار الاستراتيجي اللي انا همشي بيها وابتدي امشي في نفس الاستراتيجي واكمل فيها مع طبعا الكنترول، وان انا ابتدي ابديت في الجزء بتاعي. فدي قبله ودي قبله. الميزه في شغلنا ان احنا مش عندنا ستاندر نشتغل عليه او رول معينه نشتغل، لا هو كل ما انت تبتكر كل ما توصل، كل ما الاستراتيجي بتاعتك تبقى افضل كل ما توصل. بحب جدا اشبه موضوع الاستراتيجي ده بمطشه الكوره، يعني لو ممكن يكون في هنا ناس مش انترستد موضوع الكوره، بس هو الموضوع هيكون سهل. هو بالظبط زي كده الكوتش بتاع الماتش. انت مش لازم كل مره تنزل تلعب بنفس طريقه اللعب، انت ممكن تحرك اللعيبه زي ما انت عايز، او تحرك الحاجه اليونيك او اللعيب اليونيك عندك زي ما انت عايز، وفي نفس الوقت تبقى انت عارف هتنافس امتى وفين. يعني لو انت بتلعب في بطوله كبيره غير لما تلعب في بطوله صغيره، زي ما انت لما تنزل في سيزون غير لما تنزل في الايام العاديه. كل لما انت قدرت ان انت تكسب شريحه اكتر وتكسب جمهور اكتر وتلاقي جمهور معاك اكتر، كل ما انت هتقدر توصل اسرع. ممكن في مره تلعب تهدي اللعبه، ممكن في مره تلاقي نفسك عملت كامبين جامده جدا، ممكن في مره تلعب بطريقه معينه، على حسب بقى انت وشغلك. فهي الاستراتيجي بالظبط بالظبط زي لعبه الكوره، انت بتنزل وبتحط طريقه معينه خلال الفتره دي او خلال الشهر ده او خلال 90 دقيقه او خلال الكوارتر ده هتبتدي تحقق حاجه معينه، وبناء عليها بتشتغل. طب لو مدير الكوره زي مثلا المثال اللي كان متقال من شويه، مدير الكوره معترض يقول لا انا مش هلعب بطريقه اللعب دي، خلاص يا باشا خش انت درب مكاني، يعني انا هقول لك ايه؟ تمام، خش انت بقى اشتغل مكاني بقى، يبقى انت جايبني ليه اصلا؟ فلا هي نفس طيب كده. طيب عندي سؤال تاني برضو في فكرة الفورمات. حضرتك قلت ان احنا بنشوف العميل بتاعنا هو اكتر حاجة بيتفاعل معاها ايه. طيب احنا العملاء مثلا اللي احنا هنقول مثلا ان احنا العملاء بتوعنا من فئات مختلفة، يعني لو مكان بيدي كورسات مثلا فهو عنده اطباء وعنده مهندسين وعنده طلاب وعنده فئات مختلفه، وكل حد فيهم هو ليه اوريدي الاهتمامات بتاعته، يعني الطبيب غير المهندس غير الطالب.
انا اقدر احدد ازاي بقى مع كل الاختلافات اللي موجوده بينهم انا هخاطبهم ازاي؟ حلو جدا السؤال ده. هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي اشتغلنا في الاول في الخطوات الاولى على الباير بيرسونا. طب انا بعمل ايه في الباير بيرسونا وانا شغال؟ ببتدي اشتغل على كل تارجت اودينس لوحدهم. تعالي ناخد مثال، مثلا فودافون. دلوقتي فودافون عندها فودافون الكارت وعندها فودافون بيزنس مثلا او فودافون ريد، تمام؟ دول نوعين من البرودكتس، بس في الاخر هي فودافون بس بتدي نوعين من البرودكتس، تمام؟ والاثنين نفس السيرفيس. بس انا لو واحد بيشتري كارت ب 10 جنيه تمام و20 جنيه و50 جنيه غير واحد هو اوريدي بيشتري مشترك في بيزنس ومش مهم بالنسبه له يدفع كام، المهم ان يلاقي كل السيرفيس. عملت ايه فودافون؟ جت عملت كامبين هنا مختلفه باستراتيجي مختلفه، جابت مغنيين شعبيين وقدرت تقول ان هي انت ممكن تشتغل تشتري كارت ب 10 ومش عارف ايه والمارد بالظبط، وبدات تجيب الناس حواليها ان هي تقدم فليكسات وما الى ذلك. دي جزئيه واستراتيجي وكامبين فضلت ماشيه عليها فتره. بعدها نزلت فودافون ريد او دي سيرفيس تاني او تارجت اودينس مختلفين، جابت ناس رجال اعمال قاعدين في مكاتب، والله فودافون ريد قدمت لي كل السيرفيس بتاعتي وادتني حلول متكامله ووفرت لي وقت ومجهود، خلاص الكامبين خلصت. نزلت بعد كده الميت اب اللي كانوا بيعملوها بالظبط، دي كلها سيجمنتيشن بس كل تارجت لوحده، خدت بتاع الكارت بعد كده خدت بتاع البيزنس بعد كده نزلت انا والله هنعمل فودافون ان، غيرت كل يوفت مصر خليتها فودافون ان، تمام؟ وبعد كده فضلت تشتغل على ان هي لا دلوقتي انت كشباب لازم ليك مستقبلك وانت ليك سيرفيس مختلفه واحنا بنحبك ومنقدمين لك السيرفيس دي بس وباقه مختلفه وبطرق مختلفه وما الى ذلك. خلصت الكامبين اللي بعدها دخلت في كامبين رمضان، هي نفس الفكره، كل كامبين منهم ليها استراتيجي وكل استراتيجي بتدي هدف معين وما الى ذلك. الكلاينت ما يملش، الدنيا ما تزهقش، في توجهات مختلفه، في مكاسب بطرق مختلفه من اكتر من طريقه، في كونتنت يشد الناس وما الى ذلك. انا عن نفسي كنت مثلا فودافون ريد، تمام؟ لا دخلت فودافون ان عشان اجرب اشوف هي بتقدم ايه في الجزء ده، رجعت بعد كده فودافون بزنس. فانا ليه ادخل من هنا وادخل من الشريحه دي؟ لا الشركه بتقدم حاجات مختلفه فانا لازما ككلاينت بكون انترستد بكل حاجه بتقدمها، بس في نفس الوقت هي بتتكلم بطريقتها وعلى حسب التارجت اودينس. ممكن تاخد في الكونتنت بتاعها 20-80، يعني بتاخد 80% من التارجت اودينس بس تراعي ان في 20% من الاودينس التانيين او التارجت التانيين. بالظبط. طيب انا في الجزء ده ممكن اشتغل على تول تانية او اشتغل على قاعده تانية اسمها اس تي بي، تمام؟ اللي هو بعيدا عن البير بيرسونا اسمها اس تي بي، تمام؟ المفروض في الاس تي بي دي الاس دي يعني سيجمنتيشن، التي يعني التارجت، بالظبط سيجمنتيشن وتارجت وبعد كده بوزيشن. طيب السيجمنتيشن دي الاس اللي هي السيجمنتيشن، سيجمنتيشن يعني ايه؟ اللي هو كل الناس اللي مهتميه بخطوط المحمول وان هي تتكلم في الموبايل، دي كلها سيجمنتيشن. طيب التارجت مين؟ التارجت ناس مهتمه بالبزنس، او دول ناس بتوع بزنس فودافون ريد ودول ناس بتوع فودافون الكارت ودول فودافون اللي هم بتوع الشباب. خلاص كل واحد من دول خد التارجت بتاعه، ده تارجت وده تارجت وده تارجت، بس كلهم جوه سيجمنتيشن واحده اللي هي مهتمين بمكالمات التليفون وما الى ذلك. طيب البوزيشن ايه بقى؟ بتاع البزنس بالنسبه له هو مهتم بالجزء بتاع احنا قلنا ايه، بتاعه بتاع البيزنس مهتم بالجزء بتاع ان هو يوفر وقت ومجهود، ده بوزيشن. طب بتاع الشباب لا مهتم ان هو يكون دايما على الانترنت، ده بوزيشن. طب بتاع فودافون الكارت مهتم ان هو يوفر فلوس وال10 جنيه يوفر منها جنيه يدفع 9 بدل ويخلي باله من الجنيه، تمام؟ فده بوزيشن، تمام؟ فانا كده عملت بوزيشن وطارق. ممكن بعد ما اعمل ده ابتدي بقى اعمل بيرسونا وكل شهر او كل كوارتر اكلم جزء منهم على حسب البرودكت او على حسب السيرفيس اللي انا بقدمها واعمل حسابي في 20% من الاجمالي ال 100% من الكونتنت بتاعي لبقيه التارجتس بتوعي. طيب ده لو قلنا مثلا ان هي على مستوى شركات محمول هي التارجت اودينس بتاعتها اصلا كبيره جدا بالملايين، تمام؟ طيب لو نزلنا شويه للسمول بزنس، يعني مثلا هنقول ان التارجت اودينس بتاعها 100,000، تمام فانا ما ينفعش مثلا امشي كوارتر كامل انا مركزه مع سيجمنتيشن او تارجت اودينس معين والكوارتر اللي بعده اهتم بحد تاني، يعني الاونر بتاع المكان مش هيقبل بحاجه زي كده. عادي، انا ممكن اقدر ازاي اوصل
عادي بقى المفروض ان انا بشتغل على كامبين تقدر تأد فاليو على السيرفيس اللي انا بقدمها كلها تحت حاجة واحدة بس. يعني مثلا تعالي مثلا ناخد مثلا كامبين مثلا سباق مين سينابون مثلا في عيد الام اللي فات، تمام، كانت شغالة على كامبين ان هي كامبين ان هي بتتارجت الام، تمام، بس ما اشتغلتش بقى على الام بس، اشتغلت على الشباب ان انت لازم تهديها، اشتغلت على الاب ان انت لازم تحبها، اشتغلت على الام نفسها ان هي مثلا لازم تحب نفسها وتيجي سينابون ومعمول لها خصومات، كل دول تارجت مختلف، تمام، بس كل واحد منهم كلمته بطريقتها بس تحت مسمى واحد اللي هو الام وما الى ذلك، فاهم؟ يعني انت ممكن تقسمي تاخدي الكامبين نفسها او الاستراتيجي بتاعتك وتوجهيها لكل تارجت منهم على حسب هو دماغه راح فين، او هو تقدري تقدمي له الكونتنت ازاي باني طريقه يعني. شكرا جدا، انا مبسوطه ايه شبكه قطعت للاسف، بس هسيب حضرتك تكمل ولو انا تانية هقولها. يعني انا مبسوطه مناقشه، ممكن حضرتك تكمل ولو عندي اي نوتس تانية هقولها حضرتك. اوكي تمام، ماشي، شكرا يا اسرو. تمام، المفروض كده وقفنا، خلاص خدنا الجزء بتاع خلاص. في هنا سؤال سلمى بتقول في مواقع معينة بتعمل اناليسز على كل تشانل والاودينس اللي بتكون فيه اكتر، يعني مثلا المفروض الاودينس الموجود على انهي تشانلز اكتر وما الى ذلك، تمام. في ندى بتقول قبلها ممكن تاني 3 نقط المتوقف عليهم اختيار شكل المحتوى. انا ممكن اشوف زي ما قلنا ندى، اشوف الكومباتيتيف بتوعي المنافسين شغالين ازاي او بيعملوا ايه او التفاصيل بتاعتهم ايه، وممكن اعمل تيست انزل كذا محتوى او كذا نوع من الـ انواع المحتوى واشوف الناس انترستد بايه بالظبط او ايه اللي بيجذبها، وممكن في نفس الوقت اشتغل على الكاستمر فيدباك او الحاجات اللي هم بيتفاعلوا معاها قبل كده وابتدي اشتغل معاه، او اعمل اودينس انسايت واشوف هي الناس انترستد باني نوع من المحتوى وبتاخد رياكشنز عليه ازاي، او ايه اكتر الرياكشنز اللي هي بتاخدها على نوع المحتوى. في مواقع ممكن بتعمل اناليتكس عن كل تشانل والاودينس اللي بتكون في اكتر. انا مش فاهم طبيعه السؤال يا سلمى، لو تكتبيه تاني او تحاولي توضحيه اكتر. طيب، الجزء اللي بعد كده، خلاص قلنا ان احنا بنعمل تنسيق للمحتوى نفسه او بنظبط الفورماتس بتاعت المحتوى. بنشتغل بعد كده على الجزء بتاع التشانلز المفروض ان انا هنزل عليها الكونتنت بتاعي، وخلاص قلنا برضو التشانلز ايه بالظبط، او المفروض الجزء بتاع التشانلز هنمشي عليه ازاي. بنختار التشانلز على حسب هو الكلاينت بتاعي موجود في اني تشانل فيهم و انترستد باني تشانل بالظبط. طيب، بعد كده اخر خطوة بنشتغل على الجزء بتاع المحتوى نفسه، تمام، هديره ازاي، مين هيشتغل على الكونتنت بتاعي، الكونتنت بتاعي ده مين اللي هيشتغل عليه بالظبط، هل المفروض ان انا الكونتنت حد الاونر هينزله ويعمله ويشتغل عليه يخدم عليه، ولا المفروض الكونتنت بتاعي هنزل عليه بادجت وهدفع فيه فلوس علشان يوصل لشكل اكبر، ولا المفروض ان انا هعمل له كونفرجن من الفيسبوك واعمل شير كتير، ولا ايه بالظبط، ايه اللي انا محتاجه عشان انشر المحتوى بتاعي على التشانل دي. يعني مثلا لو انا عامل فيديو، لا انا المفروض هنزله على يوتيوب، طيب لما انزله على يوتيوب الناس هتشوفه ازاي، هاخد شير من صفحة الفيد، هعمل له شير على فيسبوك، او ان انا هشتغل جوجل اد واعمل له اد، ولا انا المفروض هنشر المحتوى ازاي، انا هخدم على المحتوى ازاي، تمام، ولا انا هاخد اللينك بتاعه وانشره في جروبات، ولا انا المفروض هعمل هدي مثلا للتارجت مثلا في مسج او انزله على البيج عندي، او المفروض هنزله ازاي، يعني المفروض ان انا هنشر المحتوى بتاعي ازاي، او هخدم على المحتوى بتاعي علشان يوصل للكلاينت ازاي. فدي اخر نقطة، او دي النقطة المهمة اللي المفروض ان انا اخلي بالي منها، او المفروض ان انا اشتغل عليها بشكل كويس في الاخر. دي كده النقط كلها بتاعت
الكونتنت استراتيجي، او لو انت بتعمل استراتيجي، لو انت بتعمل استراتيجي المفروض هتعتمد على كل النقط دي وتشتغل على النقط دي. تمام، دي كده خلاص خلصت انت كده الكونتنت استراتيجي. يعني بعد ما بتخلص الكونتنت استراتيجي بتكتشف ان انت خلصت جزء كبير جدا جدا، وعملت حاجة كبيرة جدا في جزء الايه الكونتنت. الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي، الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي، في اي سؤال فيه؟ بإذن حضرتك. قول. دلوقتي معلش، في عايز بس اوضح جزئيه. هو الكونتنت مش المفروض ان هو يبقى مقسوم جزئين، جزء اللي هو الكابشن اللي هو التكست اللي بيتكتب، والجزء التاني اللي هو الورك ارت اللي هو اللي هي الميديا نفسها، اذا كانت فوتو او فيديو او انفوجراف. تمام تمام تمام. في احيانا، في احيانا ممكن اكون الورك ارت بتاعي مش قوي قوي او مش واو، بس الكابشن بيكون مكتوب بطريقه بتعوض الجزء دوت. تمام، فهل ده ممكن ان يحل لي مثلا المشكله بتاعت الورك ارت؟ يعني بدل ما اطلع مثلا فيديو الكواليتي بتاعته وحشه او سيئه، فممكن اطلع صوره ولو حتى بسيطه جدا بس اكتب كابشن قوي. لا، لازم الميديا اهم من التكست نفسه. انت ممكن تنزل ميديا تغنيك اصلا عن التكست، بس مش ممكن تعمل العكس. الميديا اهم من التكست اكيد طبعا في كل البلاتفورم. طب كمان هو، طب هو انا مش المفروض بالنسبه لي لو بنك على السيرش انجن مش بكتب التكست في الاول قبل الميديا؟ انت بتكتب التكست قبل الميديا والتكست بيكذب، بس لو انا ككلاينت او كحد يوزر دخل ولقى دش كتير جوه الويب سايت وكلام كلام كلام مفيش ميديا او حاجه تجذبه، مش هيكمل معاك. فالميديا جزء. لا لا لا، انا بتكلم على كابشن يكون يعني سوشيال ميديا جدا يكون. نعم، قصدك سوشيال ميديا يعني خلينا نخش في اكزامبل بحيث ان الصوره توضح. معلش الصوت بيقطع. بقول لك خليها يعني خلينا في اكزامبل بحيث الدنيا تبقى اوضح. إيه، انا احيانا عندي في البيج وانا بشتغل، فاحيانا بيحصل عندي شورتج في الجزء بتاع الميديا دوت. إيه، فممكن ما اقدرش انتج مثلا فيديو بكواليتي عالي، فاستنه بصوره بس اكتب كابشن، بس انا الكابشن ما بيزيدش عن يعني او ثلاثه بكتير قوي. يعني ما بخليش حتى يعني بخلي مور تبقى للهاشتاج والحاجات دي كلها. هو الاودينس طب انترستد بايه؟ بص، احنا الصناعه بتاعتي، انا شركه التعاون البترولي. تمام، فاحنا كاندستري احنا بننتج او البرودكت بتاعتنا اللي هي زيوت المحركات، البنزين بكافه انواع اللي هي المحطات بتاعت البنزين، منتجات كيماويات، حاجات زي كده. تمام، فانا طبيعه الاودينس بتوعي يعني او المنتج نفسه ما فيهوش نوع من الرفاهيه او نوع من محتاج ان يعني مثلا حد يشتري زيت لعربيته، فمش هيبقى مهتم قوي بالمنتج اكتر من ان انا هقول له التوفير. يعني زي بالبدء ما حدش هيستخسر في العربيه بتاعته زيت، وعارف قد ايه الاهميه بتاعته. ما حدش هيستخسر في عربيته نوع الوقود دوت عشان يحافظ على المحرك بتاعه، وهكذا وهكذا. تمام، طب ما تحاول تشوف الكونت اصلا الكلاينت بتاعك رايح في اني واي، او هو انترستد باني نوع. لو هو بالنسبه له الجزء بتاع الميديا مهم جدا، فانت على اساسها انت مش هتقدر تستغنى. لو بالنسبه له سطرين والموضوع بالنسبه له مهم، او ان هو هيقرا سطرين خلاص هيكونوا كفايه، خلاص اوكي. يعني يشوف الاودينس رايح فين، فاهمني؟ تمام. يعني انت هو هل هو يعني هل هو بالنسبه له عادي الميديا مش مهمه بالنسبه له، ولا هو لا اوريدي بيتشد للميديا؟ تمام، الناس المنافسين بتوعك ظروفهم ايه في القصه دي؟ هل هم بي بي
لا عادي بينزلوا ميديا كتير كتير، ولا احيانا ما بينزلوش ميديا اصلا، تمام؟ لا فعلى حسب. انا المنافس بتاعي كله سبونسرد، والمنافس بتاعي موبيل شيل توتال، فطبعا انا في حته وهو في حته تانية خالص، بس انا على ارض الواقع انا الماركت شير بتاعي عالي جدا. طيب الماركت شير بقى بتاعك ده المفروض توصله ازاي، او انت واخد منه اصلا نسبة كام عشان تشوف انا عايز اوصل لكام، فاهم؟ ما انا حاليا دلوقتي يعني الديجيتال عندي مش لسه ما يعني ما دخلتش في الجزئيه اللي هو اقدر اقول ان انا اقدر اكمبيت معاهم، لان في فرق، في جاب كبير جدا ما بيننا وما بينهم. انما في الاوفلاين كعلى الارض الواقع في الشارع، لا انا رقم اتنين في ال هو انا ممكن اقول فكره في الموضوع دوت. اكيد. اعتقد يعني من خلال متابعتي لموضوع العربيات والزيوت والكلام دوت، ان المحتوى الفيديو التوضيحي لو اديوكيشنال يعني بيبقى اهم بالنسبه للعميل، يعني ان حد بيشوف حد قدامه بيشرح ايه فوائد الزيت وايه عيوبه ولو الزيت ناقص هيحصل ايه وكل الحاجات دي، خاصه مع البنات يعني، لان البنات دي بتبقى ازمه بالنسبه لهم، مبقاش فاهمين وبيلجأوا لحد، تمام؟ فلما يكون محتوى اديوكيشنال فيديو ده هيبقى كويس جدا. طيب لو انا بقى خلاص عايزه حد بقى ياخد اكشن في الاخر، وان هو مثلا يشتري مني او كل الحاجات دي، اعتقد تكست صغير يعني بصوره اللي هي ارت يعني قويه وواضحه هتبقى منجزه جدا في الموضوع. تمام، كويس قوي. كمان ان التعاون اصلا مش بيستهدف ان هو يفرق لهم بين الزيت، هو التارجت بتاعه مش كده. فانا كنت في معمل التعاون، بس هو مش بيتارجت كده خالص. هو انا رايي ان انت بتحتاج صور او حتى الجيفت او حاجات دي، فاهمني؟ هو لا، هو انا مش انا بالنسبة لي حاليا دلوقتي انا شغال على الاورنس. على ايه؟ على الاورنس. طيب. لان في حصل عندنا المفروض في الفترة اللي فاتت عملية تطوير متكاملة، فالمفروض ان انا عملت البراندنج وغيرت البرودكت وحسنت منه حاجات جديدة، فعشان كده انا الفترة ديت كلها شغال على الاورنس. اقدر ان انا ادخل في سيلز كامبين او الا بعد رمضان، عشان البرسبشن نفسها للكلاينت ابدا ان اغيرها، ابدا ان اخد اكبر عدد من يعني في كده عند الناس. لسه لا يزال مثلا المنتج المصري الناس مش بالذات في الاندستري ديت زي ما بيفضل موبيل وشيل وتوتال والحاجات دي كلها، خاصة مثلا الناس اللي بتشتري العربيات الزيرو والحاجات دي كلها يخاف جدا 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 يطلع بره الزيت اللي مكتوب له على العربية. فعشان كده هي دي الجزئية اللي احنا شغالين فيها في الفترة اللي جاية دي. ممكن اذن حضرتك اقول لك حاجة، عشان انا كنت شغالة برضو في قصة العربيات، وعارفة ان موبيل وشيل والكلام ده الناس دي بتبقى مقطعة نفسها اصلا، وبيروحوا حتى مراكز الخدمة بيعملوا للتكنيشن اليونيفورم في مقابل ان مراكز الخدمه تاخد منهم كميات زيت يعني بتارجت معين، وكمان بيدوا فلوس يعني. فحضرتك ممكن تشوف حد مثلا موثوق جدا في مثلا يعني حد معروف يعني زي يعمل يعني يطلع في فيديو يتكلم عن الزيت بتاعك ويشكر فيه الحاجات دي، عشان تلحق انت تقدر ان انت تبان بسرعه. زي انفلونسر قصدك؟ حاجة زي كده، بس يكون حد موثوق فيه يعني، يبقى لا وحد كمان يبقى قريب للتارجت اودينس يعني زي كده. بالضبط. زي احمد الوكيل وزي الناس اللي هي اللي بتشتغل اللي دول توتال او موبيل او في ناس بيبقوا معروفين جدا في مجال العربيات يعني. كمان لو جبت حد كان عامل اصلا اويرنس لعربيات اصلا، لعربيات زي مثلا احمد زكي، احمد زكي مين اسمه ايه؟ احمد الوكيل. احمد الوكيل، لا احمد حلمي مثلا، كان شارة والناس دي. كان احمد حلمي مثلا عامل لشيفورلي، تمام؟ فانت لو جبته وتكلم عن ال 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 الزيت، فالناس عقلها لوحده هيكومونيكيت معايا، فاهم؟ هيوصل له يعني، هيوصل لهم الفكره، تمام؟
بس انا معلش في البوينت دي بتكلم على فنانين، بتكلم على حد يكون معروف بس في نفس الوقت يعني مثلا زي الناس بتاعت خليها تصدي، الحمله بتاعت خليها تصدي. الناس دي في منهم ناس كده بتبقى مسمعه جدا، يعني حضرتك لو رحت بريبورتات معينه كده من اللي انتوا بتطلعوها بارقام معينه بتوري ان الزيت ده فعلا كويس بالاختبارات والحاجات اللي انتوا بتعملوها في المعامل والحاجات دي يعني ممكن تلاقي حاجات زي كده بتسمع عندك يعني، وتطلع بقى واحد ورا واحد براحتك. اعتقد الخطوه دي ممكن تبقى لبعد كده، يعني انا مثلا لو عميل ودخلت علشان شفت مثلا حد بيعمل دعايه للزيت دوت ودخلت على البيج عندك وما لقيتهاش فيها قيمه وما فيهاش حاجه انا افهم منها انتوا بتعملوا ايه وانتوا الزيت ده مكون من ايه وهيعمل بيه ايه، ما اعتقدش ان انا هاخد اكشن حتى لو هي مترشحه لي من حد معروف ومشهور. انت محتاج تنزل عالي. ده بيحصل في منتجات كتيره مثلا، يعني معظم الناس دلوقتي ما بقتش تثق في الانفلونسر ليه؟ علشان هم بقوا اي منتج يعملوها دعايه وخلاص ففقدوا الثقه بتاعتهم. هي نفس الفكره، انا لو البيج دي مش ما عليهاش قيمه فانا لا شكرا مش عايزه. هو طيب فكره الانفلونسر دلوقتي بس عشان انا بيبقى عندي فيها تخوف في نقطه معينه، مش عدم ثقه في المنتجات بتاعتنا احنا، لكن انا ما اعرفش ممكن حد بس يصلح لي الجزئيه ديت. هل انا لو جبت انفلونسر بلس ايه عشان يجي يتكلم على برودكت عندي، هل ده هيكون له مصداقيه عند السوق او يمكن على حسب التارجت؟ يعني التارجت اودينس انت هتجيب حد كلاس اي، طب هل التارجت اودينس بتاعك كلاس اي؟ يعني انت مثلا لو كلاس اي ما ينفعش تجيب لهم عبله كامل، لو كلاس سي ما ينفعش تجيب لهم حد هو مثلا كلاس اي، او حد هو اصلا ما ينفعش مثلا تجيب عمرو اديب مثلا يتكلم عن الزيت بتاعك للكلاس سي مثلا، فاهم؟ مش لا انا لا مش بتكلم على كده، انا بتكلم كطبيعه البرودكت. يعني مثلا النهارده في التلفزيون في كامبين على اللي هو ايفا طلع فيها اسمها انا نسيت اسمها، هي ممثله المهم يعني. فبرودكت زي دوت اكيد مش هي اللي بتحط البرودكت ده نهائي، يعني هي مش هتشتغل البرودكت دوت ليها، فهي حاجه مش لوجيك اصلا ان هي اللي هتحط البرودكت ده وهتستخدم منتجات ايفا. ده اللي انا بتكلم عليه. ممكن اقول حاجه؟ انا قلت لحضرتك حد من المختصين في المجالات بتاعه العربيات. ممكن اقول حاجه؟ اوكي. هو انا عامه عندي مشكله شويه مع الكامبينز بتاعه السوشيال ميديا باختلاف يعني انها ما تبقاش شغاله مع حاجه اوف لاين، يعني ببقى دايما شايفه ان الموضوع لازم يمشي امبارل مع بعض. ان انت سي مثلا تعمل بروموشن معين جوه البنزينه اللي عندك، البروموشنز دي من ضمنها انا كنت شفتها مره في بنزينه ان هو عامل الكارت بتاع تغيير الزيت شبه المعتر كده اللي اتحط في العربيه بتاريخ معين. الكلاينت لما بيروح عنده بيديله بونص زي اللي كان ماكس مثلا عامله بوينت معينه، بيجمع داتا من الكلاينت اللي بيديله، بيعمل سيرفي كويس، وفي نفس الوقت هو شغال كامبين على الموضوع ده ان هو بينيجوشيات ان ايه اللي حاصل، ايه الترافيك اللي حاصل، بياخد ريفيوز يعني مصداقيه معينه من الكلاينت اللي بتجيله. ف اي ثينك ان ده بيبقى احسن بكتير قوي من سكه الانفلونسر، لان اغلبنا كلنا بقينا عارفين الانفلونسر هم ممكن يقولوا اي كلمتين وخلاص مقابل مادي، فمبقاش فيه المصداقيه بتاعه زمان يعني. فا اي ثينك ان انت لو فكرت بالظبط، لو فكرت تشتغل حاجه هي شغاله انجيل على السوشيال ميديا هتديك ريفيوز احسن بكتير قوي من ان انت تشتغل سوشيال ميديا بس. تمام. شكرا جدا ليك يا جماعه، شكرا. تمام اوكي. في سلمى بتقول هل ينفع في مواقع بتنزل كل فتره نسب شائحه كلها بتستخدم التواصل الاجتماعي فيسبوك او كده؟ بص هي في اناليسيس بس بتنزل ان جنرال، مفيش حاجه لاندستري معينه غير لو في ناس تقيله على حسب الاندستري بتنزل الاناليسيس بتاعتها، تمام؟ او شركه ماركت ريسيرش بتشتغل على الجزء ده. يعني مثلا لو خدنا الموضوع ان جنرال، فمثلا هيبقى في حاجه اسمها وي ار سوشيال ميديا، تمام؟ وي ار سوشيال ميديا هتلاقي اغلبنا عارفها بتتكلم في الجزء ده، بتتكلم في الجزء بتاع
اللي هو التفاصيل بقى بتاعت مصر، المفروض انا بعت لكم اسمها، المفروض التفاصيل بتاعت كل دولة مهتمين بأني تشانلز وما إلى ذلك، كل التفاصيل بتاعت هم بيهتموا بإيه، التشانلز إيه الأكتر، البحث على إيه والكلام ده، ده in general. طب لو إحنا بنتكلم مثلا حسب إندستري معينة، فبيكون في ناس كبار في كل إندستري بينزلوا كل فترة، والله إحنا حققنا السنة دي كذا كذا وما إلى ذلك، وابتدي أعمل لهم أناليسيز إن الناس دي هي التوب، فببتدي أشتغل إن أنا أعمل لهم أناليسيز وأعرف هم بيعملوا إيه بالظبط والتفاصيلهم ايه، او ان انا اروح لشركه ماركت ريسيرش بتكون منزله تفاصيل عن الاندستري دي على حسب الدوله. يعني مثلا لو انا شغال في الكوزماتكس، فبروح مثلا لشركات ماركت ريسيرش وبتبتدي هي تقول لي الاناليسيس بتاعه الاندستري ايه بالظبط، تمام. او ان انا بيكون من التيم بتاعي وابتدي اعمل ريسيرش بقى، وابتدي اشتغل ماركت ريسيرش واطلع بقى كل التفاصيل بتاعه الاندستري دي والكلاينت بتاعها، وابتدي انا اشتغل بايدي واطلع الحاجات دي. طيب ده كانت الاجابه بتاع السؤال بتاع سلمى. طيب استاذه بتقول ما لازم اجيب سيره المنتج او اعمل دايركت تريلينج بالكونتن، صح؟ اي نص غير البيع. طيب اوكي، لو انا هكتب حاجه دايركت سيل، فانا لو اكتب كونتنت فانا بكتبه ان دايركت سيل، يعني بدخل الكلاينت في ستوري كده وبدخله في قصه وبطريقه غير مباشره، بخليه يشتغل معايا او ياخد كول تو اكشن معايا بطريقه غير مباشره. انما لو انا عايزه حاجه دايركت سيل، وي ار سوشيال ميديا، هو مش جروب ولا بيج، هو لو يمينة بتسال على وي ار سوشيال ميديا، هو يعمل سيرش عليه في جوجل هتلاقيه، هتلاقي اللي انا بقول لك عليه، هتفهم انا قصدي ايه. فلو انا بشتغل دايركت سيل، فيبقى انا كده مش بكتب كونتنت، انا بكتب كوبي علشان عايز منه دايركت على طول. فخليني اتكلم في ان انا لو هشتغل دايركت سيل، فانا ممكن اشتغل دايركت سيل. لو انا هشتغل اندايركت، فانا بقى بدخل الكلاينت في ستوري كده معينة، او بديله تفاصيل كده بسيطة، تمام، بطريقه غير مباشره، واخليه هو يحب البرودكت بتاعي فيجي يشتري من غير ما اقول له تعالى اشتري البرودكت ده، او تعالى خد البرودكت ده ومن غير البنفيتس بتاعته. حاجه مهمه كمان، لما انا بشتغل على الكونتنت مش ببين الميزه بتاعت المنتج قد ما انا ما ببين البنفيتس اللي عايده عليه. يعني مثلا لو انا مثلا بشتغل على زيت عربيات، فانا مش هقول له ان الزيت ده مكوناته A1 وجنرال حاجه عاليه جدا، انا ماليش دعوه ان شاء الله لو المكونات بتاعته ايه بالظبط، تمام. انا المهم بالنسبه لي ان انا اشتغل على البنفيتس بقى، بدل ما اقول له الزيت ده قوي جدا، لا انا اقول له الزيت ده هيحافظ على عربيتك وهيمنعها ان هي تبوظ في اسرع وقت، هيخليها اسرع وما الى ذلك. اديله البنفيتس بقى، ما اديلوش ايه اللي هي ايه الميزه بتاعت المنتج قد ما انا بديله البنفيتس ايه بالظبط. طب يعني ساعات انا بشوف كونتنتس كده لناس كاتبه حاجات قويه جدا وجامده جدا، بس انت كده بتتكلم عن المميزات بتاعت البرودكت، بس هو الكلاينت ممكن ما يكونش فاهم المميزات دي راجعه له في ايه، تمام. فانا لازم اديله البنفيتس بشكل كبير، تمام. اسراء بعتت لكم اللينك. طيب ده كده كان الكونتنت استراتيجي، او الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي. اعتقد كده انتوا يعني الدنيا بالنسبه لكم وضحت وفهمتوا المفروض الاستراتيجي هتمشي ازاي، تمام كده. سامعيني ولا الصوت فصل ولا ايه؟ تمام. طيب بعد كده بقى هنخش الجزء بتاع الكونتنت بلان، تمام. الجزء بتاع الكونتنت بلان، لو حد فتح المايك او فتح من مكانين يقفل، تمام. الكونتنت بلان، انا هشتغل ازاي على الكونتنت بلان؟ المفروض ان انا عندي البلان بتبتدي احدد لها وقت بدايه ووقت نهايه. المفروض هبتدي الكونتنت بتاعي من اول مارس لحد اخر مارس، ده الوقت اللي انا المفروض هشتغل عليه في البلان.
خلاص يبقى انا اول حاجه بحددها بدايه البلان ونهايتها. تمام، المفروض ان انا هشتغل من اول شهر مارس لحد اخر شهر مارس، خلاص انا عارف الاوبجكتيف وعارف الاودينس وما الى ذلك. ببتدي احدد التفاصيل بتاعه البلان من اول يوم 1 لحد يوم 30، ده الوقت اللي انا هتكلم فيه عن الاستراتيجي او هتكلم فيه بالفويس تون دي او بالطريقه دي. بعد كده ببتدي اشتغل على الهوليديز بتاعه الفتره دي، المفروض الاعياد والمناسبات والتفاصيل كلها بتاعه الفتره دي بالنسبه للكلاينت اللي انا شغال عليه ايه. هل في اعياد؟ يعني مثلا ما ينفعش ان انا اقول هتكلم عن كامبين معينه وانا داخل مثلا على شهر رمضان. طب ما الكامبين دي لازما شهر رمضان بالنسبه لناس كتير لازم يخش فيه اجواء معينه، تمام، زي مثلا لمه العيله، زي مثلا اي حاجه، تمام. فانا لازم اشوف فيه مناسبات ولا لا، ممكن يكون داخل فيه عيد، يكون داخل فيه مناسبه سياسيه، مناسبه اجتماعيه وما الى ذلك. فلازم انا اخلي بالي احدد الوقت، بعد كده ببتدي احدد الهوليديز اللي موجوده، تمام. دي تاني نقطه. تالت نقطه ببتدي اشتغل في البلان ان انا اعمل الجزء بتاع الكونتنت نفسه. بقى ببتدي اشتغل على الكونتنت كافكار، ببتدي اطلع بقى الافكار بتاعه الكونتنت بقى، وببتدي اشوف الكونتنت ده هطلعه ازاي كبير بيرسونا، بطلع كشغل بقى كونتنت، بطلع افكار للكونتنت. المفروض ان انا هتكلم عن الكامبين دي، اعمل اويرنس مثلا لزيوت العربيات، واحدد للناس دي الاوبجكتيف بتاعي. طب انا هوضح ده ازاي؟ ابتدي اطلع بقى الافكار بتاعه الكونتنت نفسه، بكتبها في الكلندر بتاعتي او في البلان بتاعتي، هشتغل على الفكره دي وهشتغل على الفكره دي وهشتغل على الفكره دي وما الى ذلك. وانا بحط الافكار احط السلوجن، المفروض السلوجن بتاع الكامبين، الكامبين هتمشي ازاي كسلوجن، من اول الشهر هتكلم عن ايه لحد اخر الشهر. خلاص ببتدي اطلع الحاجات دي ككونتنت بلان، وببتدي احدد. يبقى انا معايا التيبل بتاعت الشهر، طلعت خلاص الاعياد، ببتدي ارص الافكار بتاعتي والتفاصيل بتاعه الافكار بتاعتي على مدار الشهر هتمشي ازاي. المفروض انا هتكلم بسلوجان ايه، هتكلم بايدنتيتي ايه بالظبط، التفاصيل والفويستين بتاعتي خلاص انا حددتها، والتفاصيل بتاعتي انا حددتها خلاص هشتغل على اني جزء، او انا هتكلم في اني جزء بالظبط على حسب البلان بتاعتي. خلاص ده كده ككونتنت بلان بحدد فيها الحاجات دي، بس بحدد التفاصيل بتاعه اللي هبتدي امتى واخلص امتى. هبتدي احدد لا هي مش اكشن بلان، هي مش اكشن بلان، مش اكشن بلان يا ساج، انا ده هنا بحدد هبتدي امتى واخلص امتى كبلان. ببتدي احدد التفاصيل بتاعه الهوليديز، ببتدي احدد الاهداف اللي انا احطها او المواضيع اللي هتكلم فيها على مدار الشهر اللي انا حددته، وابتدي اشتغل على كده. الاكشن لسه ما تحطش، انا لسه لحد دلوقتي ما عملتش اكشن، الاكشن لسه ما جاش. تمام خلاص انا حددت الوقت بتاعي او حددت التفاصيل اللي انا هتكلم فيها، ابتدي بقى اشتغل على الجزء اللي بعد كده. هشتغل على الجزء بتاعي ده كده. قبل ما ادخل في الجزء اللي بعد كده، احنا فهمنا الفرق ما بين الكونتنت استراتيجي وما بين الكونتنت بلان كده. سراء بتقول تمام، في حد تاني عنده مشكلة؟ أنا دايما بشوف اللي هي البلان دي اللي هي جزء تنفيذي أكتر، يعني اللي هو الاستراتيجي دي اللي هي بتبقى فيها بنطلع أفكار وبنطلع كذا وكذا وكذا، اللي هي البلان دي اللي هي بتبقى خطة عشان ننفذ، يعني ننفذ اللي جاي، أو بتبقى أقرب للتنفيذ يعني، صح؟ بالظبط صح، عشان كده حطينا فيها هنبتدي إمتى ونخلص إمتى، وحطينا فيها المفروض الهوليديز والحاجات اللي هتكلم فيها إيه، المواضيع اللي هتكلم فيها هتكون عبارة عن إيه، والتفاصيل بتاعتها. يعني البلان مكتوب اسماء، بتقول البلان بحدد فيها الوقت وتاثيره على الكلاينت بس، بحدد فيها الوقت وبحدد فيها المواضيع اللي هتكلم فيها على حسب الاوبجكتيف والسلوجن اللي انا هتكلم بيه، طريقه ظهوري وهبتدي امتى واخلص امتى. تمام المفروض مين كمان اللي هينزل الكونتنت ده، او مين اللي هشتغل على الكونتنت. يعني مثلا لو انا المفروض هشتغل على اوفر، تمام، المفروض مثلا هشتغل على اوفر، فالاوفر ده المفروض في ناس هتطلب اوردرز، فالمفروض الدنيا هتمشي ازاي، مين قاعد مودريشن هيبتدي يتابع
بعدين المفروض انا ككونتنت هبتدي الاوفر امتى وينتهي امتى. يعني مثلا لو انا هتكلم على اوفر، في ناس مثلا بتحدد الاوفر بنسبة 20% في اول 10 ايام، بعدها بتنزل ل 5% في ال5 ايام الاخر، بعد كده في اخر يومين بتبتدي تحدد مثلا 2% خصم او العكس او على حسب نسبة الخصم. فانا هتكلم عن كل ده ازاي؟ المفروض انا اكون فاهم ده وانا بحط البلان بتاعتي، بكون فاهم الكلام ده كله وعارف الكلام ده كله. طب في نموذج اقدر اكتب فيه كل حاجه بالاستراتيجي والبلان؟ في نموذج المفروض خاص بالكونتنت بلان والاستراتيجي. انا احنا بعتنا لكم الاستراتيجي او بعت لكم الاستراتيجي، ممكن نبعت لكم الجزء بتاع البلان دي، بسيطه جدا. تمام. ايه تاني؟ فانا بحدد الجزء ده في البلان، ببتدي اشوف هبتدي امتى وانتهي امتى، الهوليديز بتاعتي ايه، التفاصيل اللي همشي بيها، هل انا في محتوى معين او في ايام معين هعمل بيت ولا لا، هل انا في فلوس هدفعها احط فلوس في الكونتنت ده ولا لا، ولو انا هحط فلوس المفروض ايه اللي هيحصل، هتكون الفلوس دي عبارة عن ايه وهتتقسم على مدار الشهر على حسب الكونتنت ايه. في channels كتير او في accounts كتير او في شركات كتير وهي شغالة مش بتعمل campaign بس عشان تعمل campaign وتبيع، لا، هو المفروض كل شهر بيكون بيطلع budget معينة للكونتنت بتاع الشهر، مش شرط الكونتنت يكون، او مش شرط لازم كل فتره اعمل كامبين عشان عندي برودكت وهبيعه، لا، هو اوريدي كل شهر بيطلع مع الكونتنت بادجت معينه، والبادجت دي بتتوزع على الشهر. فانا هوزع البادجت دي ازاي على مدار الشهر؟ تمام. يعني المفروض ان انا بشوف الجزء ده. تمام. في حاجة كمان بتطلب مني ساعات ان انا اكتب فكرة للديزاينر، ان اكتب له فكرة مثلا خاصة لو في مجال طبي او حاجة، ان اكتب له فكرة للصورة او فكرة للحاجة، بعدها من وظيفي اصلا ولا لا؟ دي مش من وظيفي، دي مكملات عشان احافظ على شغلي. يعني مثلا وانا هو المفروض هو يطلع فكرة، بس انا عشان اشتغل واطلع الكونتنت بشكل كويس، بل بالعكس ده في ناس او في كونتنت اعرفهم بيتخانقوا مع الديزاينر علشان يطلع الحاجه بنفس ما هو متخيلها وعايزها وعارفها. تمام. فانا بقول له والله انا الكونتنت بتاعي بيحكي عن 1 2 3، بيحكي مثلا ان واحد ماشي في الصحراء وفي شجره قدامه وهو لقى البرودكت بتاعه وانقذه، تلاقيه مش حاطط شجره اصلا، واحد ماشي في الصحراء وباصص للسماء فور اكزامبل يعني. تمام. فبتلاقي الكونتنت او بتلاقي الميديا مودية الكونتنت في حتة تانية خالص. تمام. فانا اصلا لازم بعمل كنترول على الشغل بتاعي، انا ما اعملش كونتنت ويجي بتاع الديزاين يقول لي انا والنبي لا، هو ده اللي انا عملته، هو ده اللي انا ايه، هي دي الفيكتور اللي انا لاقيها، انا مش لاقي اللي انت بتقول عليه ده، مش لاقي صور، ويجي يضيع لي الكونتنت اللي انا كاتبه. لا، انا ماليش، دي الفكرة ودي الكونتنت، انت بقى سوري يعني اعمل شقلباظ، ماليش فيه، ينفذ لي الديزاين زي ما انا عايز. تمام. فانا واجبي كواحد بتاع كونتنت ان انا افضل ورا فكرتي لحد ما تطلع وتعمل رياكشن كمان. تمام. فلا عادي انا. طيب دي خناقه، اتفضلي. طيب هو بالنسبة للديزاين بتاع الـ GIF اللي أنا بعمله مثلا للكونتنت، يا ترى هو بيعكس البلان أو بيعكس مثلا المرحلة اللي أنا بكون حاطة فيها البلان بتاعتي بتاعت الكونتنت، ولا المفروض كمان يعكس البوزيشننج بتاع البراند والتون اوف فويس بتاع البراند؟ فيعني عشان دي حاجات أنا ببقى حاسة إن أنا محتارة، يا ترى ده التارجت بتاعي مثلا الأويرنس، فأنا خلاص هبتدي أشتغل الـ GIF أو أشتغل الديزاين بتاعي على كده، ولا إن أنا لازم أحافظ على البوزيشننج وأحافظ على التون اوف فويس؟ فدي برضو بتبقى حاجة مش عارفة. على حسب البراند، البراند نفسه ممكن يكون بيكوفر فكرة معينة او ايدنتيتي معينة، فانا لازم احافظ عليه، واحيانا انا بمشي مع كل كامبين لوحدها. بس لو انا بحط الكونتنت استراتيجي اخلي بالي ان انا ورايا براند لازم ما اضيعوش، يعني ما ينفعش البراند يكون بيتكلم في حتة وانا بتكلم في حتة تاني، يعني لا، هو لازم اعمل بالانس ما بين هنا وهنا.
تمام، اللي هو انا اخلي امشي ورا الكامبين بتاعتي وباحلامها والكونتنت بتاعها والديزاين وما الى ذلك، بس احافظ على جزء معين من جزء البلان. يعني مثلا لو انا بنزل صور مثلا، فانا انزل الكامبين براحتي بالميديا اللي تتوافق مع الكامبين، بس لازم احط اللوجو عشان ما انساش. لو انا بعمل فيديو هعمل فيديو زي ما انا عايز، بس في اخر سلايد في الفيديو بحط اللوجو او بحط السلوجان بتاع الشركة مع السلوجان بتاع الكامبين او هدف الكامبين. فانا بعمل كونفيجريشن ما بين الاثنين، وببتدي ادمج ما بين الاثنين، وابتدي احط الاثنين مع بعض واعمل بالانس يوصل الفكرة وفي نفس الوقت ما يضيعش البراند اللي انا شغال عليه. تمام. واغلب الشركات بقت تطلع من الحتة دي بان هي بتعمل براندنج للبرودكت مش براندنج للشركة نفسها، بحيث ان هي يكون عندها اكتر من برودكت، فتقدر ان هي تشتغل براحتها في كل زاويه زي ما هي عايزه، احسن ما تعمل براندنج للشركه والشركه تكون خلاص انت متحكم في ايدنتيتي معينه، متحكم في براند معين، ومحدد في واخد واي معين، ما تقدرش ان انت بقى تطلع افكار بقى والقصص دي. تمام. طب معلش، في خناقه دايره دايما ما بين الديزاينر وما بين الكونتنت. تمام. هو دي فعليا دي حقيقه، لازم تلاقي الكونتنت كرييتور بيتخانق مع الديزاينر. لان هقول لك ليه، لان الاثنين عمر دماغهم هتكون واحده، اكيد ده ليه وجهه نظر ورؤيه وده ليه وجهه نظر ورؤيه، فده عايز يمشي اللي في دماغه لان هو شايف ان الالوان متناسقه وان هو كده الدنيا متواقعه مع زاويه العين في الزاويه 90، وتلاقي بتاع الكونتنت يقول لك لا انا الكلاينت بتاعي مش هيهتم بالزاويه 90 بتاعتك، وهتلاقي دايما القصص دي. فهي بقى على حسب بقى الشخصيه الاقوى بيشتغل، المهم ان الكامبين تطلع زي ما محطوط لها في الاخر، طلعت برويد ده المهم تطلع زي ما انت حاطط لها يعني. بس انا كبتاع كونتنت لا، انا بكتب الكونتنت، واحيانا بنرسم الديزاين لبتاع الديزاين. احيانا ممكن اقول حاجه، قولي. هو يعني انا بشتغل على سكيل يعني صغير جدا، يعني انا لسه طالبه في الجامعه، بس هو انا مشتركه في جمعيه، فاحنا في الجمعيه عندنا لما بنتناقش في الشكل اللي هنطلع بيه الحاجه، بنخلي في واحد من الميديا معانا، يعني في واحد من الميديا مثلا انا قاعده بتناقش مع زملائي مثلا هنعمل الحاجه ديت على شكل كذا، في واحد من الميديا بيقول والله احنا عندنا عايز في الميديا مش هيعرف يعمل الفيديو بالكواليتي الكويسه، طيب احنا بنتناقش في حاجه، فهو بيعدل علينا، وكمان هو ممكن يضيف افكار من عنده، فساعتها انت بتشركه معاك في الموضوع وبتخليه يفكر معاك، فبتحس ان دماغكم واحده، وفي الاخر بتطلعوا مفيش عركه ولا اي حاجه، وكلكم متصافيين جدا يعني، وبتكملوا مع بعض. لا، على حسب بتاع الديزاين بقى وشخصيته، ممكن شخصيته يقول لك لا والله انا مش هعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، انتوا وانا معايا عصايه سحريه، وممكن واحد تاني يقول لك لا يحاول يبسط الدنيا، هي على حسب الشخصيات بقى. هنا بنشوف ده هيعمل ايه وهيقول ايه، وده هيعمل ايه وهيقول ايه، على حسب. تمام. وعلى يعني الدنيا على حسب ما بيكون الشخصيات اللي شغاله، بس في الاخر هي الفكره كلها بتتمحور حوالين ان اللي شغال ده او الشخص اللي بيكتب الكونتنت دماغه مش زي اللي بيعمل الديزاين، فيا اما الاثنين يتقابلوا مع بعض، يا اما الاثنين كل واحد يكون شغال في حته، او الاثنين يكونوا الدنيا مش يعني مش ظابطه معاهم يعني، او ده في حته وده في حته يعني. تمام. بس كل ما يكون امكانيات الديزاينر عالية كل ما الخناقة بتقل، يعني كل ما بتاع الديزاين يكون امكانياته عالية كل ما الخناقة بتبقى اهدى شوية، لان هو اوريدي عارف هو هيعمل ايه. طب انا الحتة دي يعني في وجهة نظر فيها. تمام. يعني ممكن انا اللي هو الديزاينر على حسب، يعني واحد لقيت اللي هو بيعرف يعبر عن فكرة بسرعة، فممكن اقول له انا عايز ديزاين يعبر عن كذا، فده اللي هو يعرف يجيبها بسرعة، بعدين نعدل تعديلات بسيطة. بس لو واحد اللي هو مش بيعرف يعمل الحته دي، فممكن اديله اللي هو بالتفصيل، فلان وقاعد في الحته الفلانيه فوق الشمسيه مش عارف ايه ماسك ايه، التفاصيل كلها بتاعت الموضوع دي اللي هتخليه يقربها بسرعه، او اللي هو ينجز اكتر في الموضوع. تمام. هو برضه على حسب الشخصيه، ممكن بقى في ناس ديزاينر يقول لك لا انت تقعد بقى تقول لي فوق الشمسيه وتحت الشمسيه، هو واحد واقف وخلاص. تمام. ويكسل. تمام. فهو على حسب الشخصيات يعني، في ممكن حد يكون ما عندوش الباك جراوند بس يحاول، ومن كتر ما هو بيصعب عليك ان هو حاول يطلع اكثر عنده، بتظبط الدنيا وبتحاول تلقم الدنيا عليها. المهم ان في غلطه
اهم حاجه دي اللي في الدنيا ما تحصلش. ما ينفعش اعمل الميديا وابني عليها الكونتنت، تمام؟ لان انا شفت ناس بتعمل كده، يعني بلاش 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 ان انا اعمل ميديا وعليها الكونتنت دي ابدا ابدا يعني. خلاص يعني دي اهم نقطه في كل الخناقات اللي بتحصل دي. طب هو لو حاجة مثلا متوجهة لدكاترة ومعمول لها قبل المؤتمر، فالمؤتمر ده كلهم هيبقوا فاهمين في المجال الطبي، فالديزاينر بيبقى دايما خريج فنون جميلة وبيطبع حاجة حاجة كوزماتيك غلط، لا حاجة مثلا تكون طبية غلط، يعني مثلا صورة إشعاع مثلا داخل بشكل غلط فيحصل حاجة مثلا معينة. فالمهم فلما انت تعلق على حاجة زي دي في الآخر، المانجر برضو من خلفية بيزنس، ففي الاخر هو بيوافق على الديزاينر، يعني حتى لو دي حاجه غلط شائع، يعني غلط مثلا يعني هيتلقط بسرعه قوي من اي دكتور هيمسك او هيحضر المؤتمر، هيشوف كمان المؤتمر بتاعه هيبقى باينه قوي، بس مع ذلك البيزنس مان خلاص هيقول انت مهما تقول خلاص مش هتسلم. تمام، هو انا فاهم الجزء اللي انت بتقوليه، علشان كده في الشركات او في الاجزاء اللي زي دي او في المؤتمرات بيجيبوا حد اسمه ار ان دي، تمام؟ ار ان دي ده بتاع السيرش والديفلوبمنت، فبيبتدي يظبط الدنيا ما بين الافكار الباك جراوند الطبي، تمام؟ لان هو اصلا ار ان دي في جزء الميديكال، وفي نفس الوقت وعنده وجهة نظر، تمام؟ الصورة دي تطلع ازاي، ويبتدي هو اللي يحط الفصل ما بين الحتة دي، او دي تنفع او دي ما تنفعش، تمام؟ دي حاجة. حاجة تانية، بيتعرض الموضوع على ناس دكاترة قبل، يعني بنتست بنشوف والله يا دكتور ايه رأيك في الديزاين ده، في حاجة غلط، لا الديزاين تمام وما الى ذلك، تمام؟ فبنحاول بقى بنظبط للاونر، يعني شكلك الاونر اللي عندك يعني ما شاء الله يعني، فبنحاول نبين له الدنيا، يعني نقول له اعرض ده على الدكاترة، ولو وافقوا عليها احنا ما عندناش مشكلة، عشان ما ننزلش ويبقى البيزنس بتاعنا شكله وحش ونخسر في البورصة. ويعني حاولي وفهم يعني وصلي الفكرة يعني. حاضر والله بحاول. هو انا مش سامع انت بتقولي ايه. بقولك حاضر والله بحاول، بس الفكره عشان بيبقى انترناشونال، فكل واحد في بلد، فكل واحد في كذا، فتحس هي اسمها ايه، اسمها او حاجه صعب. بس هي عشان مستشفى انترناشونال، فهي لما بتحاول تجمعهم في ميتنج حاجه، دي حاجه صعبه جدا يعني. فدايما البيزنس مانجر هو اللي بيحكم كل حاجه، وهو اللي يقول انا اللي اقول لهم ولا لا، وينفع تعمل معاهم ميتنج اصلا ولا لا، يا ساعات ما يرضوش اصلا انك تعمل معاهم ميتنج، حاسس انهم مش فاضيين ومشاغل وكده يعني. اوكي، ما فيش مشكلة يعني، ربنا يعينك والله يعني. طيب خلونا نتكلم خلاص، احنا يعني كده عرفنا الفرق ما بين الكونتنت استراتيجي والكونتنت بلان، وخلاص فهمنا المفروض الجزء ده بيمشي ازاي والجزء ده بيمشي ازاي. بنيجي بعد كده للجزء الكونتنت برودكشن، او في الجزء بتاع الكونتنت برودكشن ده بنبتدي نكريت الكونتنت نفسه بالافكار بتاعته، بالكول تو اكشن، بالهيدلاين، بالبودي، وببتدي اكتب الكونتنت. وبعد ما بكتب الكونتنت ببتدي ان انا مراحل كتابه الكونتنت، اكتب الهيدلاين، وبعد كده بكتب البودي، وبعد كده بكتب الكول تو اكشن بتاعي لو في كول تو اكشن، او بكمل البلان بتاعتي عادي جدا. وبعد كده بعد ما بخلص كتابه الكونتنت ببتدي اراجع الكونتنت ده لغويا، وبعد ما براجعه لغويا براجعه املائيا، اخطاء املائيه واخطاء لغويه، في فرق ما بين الاثنين. وببتدي اراجع الكونتنت بقى واقراه من اول بوست لحد اخر بوست، واشوف هل اللي هيتابع البوست دي من اولها لاخرها هيقدر يطلع بحاجه وهيقدر يفهم ولا لا، والدنيا هتمشي ازاي. وبقفل بعد كده الكونتنت بتاعي، خلاص انا معايا الكونتنت بالاستراتيجي بتاعته، بالاوبجكتيف، بالتفاصيل بتاعته، باللي هيحصل من اول الشهر لاخر الشهر، بكتابه الكونتنت نفسها. مش بيبقى ناقص بس غير الميديا، بناخد الكونتنت بعد ما خلصنا الكونتنت برودكشن بنبتدي نحوله على الميديا ونعمل معاه فولو اب، تمام؟ ونبتدي نحوله على المودريشن علشان يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وهو بيعمل مودريشن يبقى فاهم هو شغال ازاي، تمام؟ بعد كده بنخش على الكونتنت بابليشنج، بنبتدي بقى طول ما احنا شغالين بنعمل بابليش للكونتنت على حسب بقى ايه، لو انا بستخدم تولز معينه عشان اعمل بيها بابليش، او لو انا بستخدم التشانلز نفسها
وبعمل بابلش للبوستز او للكونتنت بتاعي على حسب ما انا ماشي او على حسب الايام اللي انا ماشي عليها. وطول ما انا ماشي ببتدي اكنترول بقى هل انا ماشي صح والكامبين ماشيه مظبوطه والكونتنت بتاعي ماشي مظبوط ولا لا، في اي حاجه في اي ملحوظه ببتدي ادونها وما الى ذلك. تمام، بعد ما بعمل الكونتنت بوبليشنج او بعمل بوبليش للكونتنت ببتدي اعمل الكونتنت ديستريبيوشن، يعني ببتدي الم الحصيله بتاعه الكونتنت بتاعي بقى. خلاص وزعت الكونتنت والدنيا خلاص رسيت مكانها وكل الكونتنت متوزع مكانه، ابتدي بقى اشوف الكونتنت ده الكي بي ايز بتاعته ايه، هل جاب لي المردود اللي انا كنت حاطه في الاوبجكتيف ولا لا، والتفاصيل بتاعته ماشيه ازاي. الكونتنت ده جاب فيدباك كويس من الكلاينت ولا لا، التفاصيل بتاعه الناس وصلت ولا لا. طب هحكم ده ازاي او الدنيا بالنسبه لي هتمشي ازاي بعد ما بحسب الكونتنت؟ ببتدي احسب الكول تو اكشن، او مش هنسميها الكول تو اكشن، هنبتدي نحسب الكي بي ايز بتاعتي. هل انا كنت حاطط معايير معينه او انا الاوبجكتيف بتاعتي ان انا اعمل اويرنس، هل الناس فعليا عندها اويرنس والناس فهمت، الناس اللي بكلمها دي فهمت يعني ايه البرودكت بتاعي ولا لا، هل النسبه التحويل او الكونفرجن ريت من الكونتنت كانت كويسه ولا لا، هل الليفل بتاع الكونتنت عالى في الويب سايت ولا لا، هل البيج عندي او الشانلز اللي شغال عليها اتحسنت ولا لا، واعمل كومبير ما بين الشهر اللي انا اشتغلته ده والشهر اللي قبليه والشهر اللي بعد كده، اعمل كومبير ما بين الشهر ده والشهر ده وابتدي احدد التفاصيل دي. اللي انا بشرحه ده في جزء الكونتنت ديستريبيوشن اللي هو اخر نقطه. احنا خلاص جبنا الكونتنت وعملنا له بابليش وخلاص نزلنا الكونتنت بتاعنا، بعد ما عملنا له برودكشن ببتدي ان انا اشتغل على الكونتنت ديستريبيوشن وابتدي اشوف توزيعه المحتوى بتاعتي ماشيه ازاي، ولا هي كانت مناسبه للاحتياجات بتاعه الكلاينت بتاعي ولا لا، والكلاينت بتاعي اتعامل مع المحتوى بشكل كويس ولا لا، وكنت انا مقسم المحتوى بتاعي بشكل ظريف ولا لا وتماشى مع الناس ولا لا. يعني لازم بقى ببتدي احدد كده بقى واخد فيدباك عن الكونتنت، ببتدي اعمل شيت كامل بتاع المودريشن، بستلمه من بتاع المودريشن، وده اي حد بتاع كونتنت لازما يبقى معاه الشيت ده او يستلم الشيت ده اخر السيزون اللي اشتغله او اخر الشهر. الفيدباك بتاع الكلاينت ايه، بيتجمع لك الكومنتس ويجمع لك المسج ويبتدي تاخد كل الفيدباك بتاعه الكلاينت عشان لما تيجي تكتب الشهر اللي بعديه تكون فاهم انت الشهر اللي فات الكونتنت بتاعي جاب ايه، مردود الناس جاب ايه، هل الناس فهمت اللي انا بقوله وجابت مردود، ولا الناس ما فهمتش اللي انا بقوله وبرده الناس فضلت تتكلم وتسال اسئله اصلا مكتوبه في الكونتنت. طب هل وابتدي اطلع بقى ايه بوينت 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 كده عن الكونتنت كله، الناس كان مردودها ايه، وبناء عليها ابتدي بقى ابتدي نفس السايكل تاني وابتدي في الكونتنت للكوارتر اللي بعدين. طيب عشان ده بتقول المفروض لو مثلا في شهر هكتب 12 كونتنت، يبقى انا بعمل البلان هكتب 12 بوست مره واحده وبعدها بشهر واحد واحد؟ لا، هو المفروض وانا بعمل الكونتنت، المفروض لو انا هكتب مثلا النهارده 19/2، طب لو انا المفروض عايز اعمل كونتنت شهر 3، المفروض يوم 28/2 يكون كونتنت شهر 3 خلصان لحد يوم 30/3. يعني لو انا هكتب كونتنت شهر 3 فانا يوم 28/2 اللي هو اخر يوم في الشهر، على ما اذكر ان المفروض اخر يوم هيبقى 28 او 27، المفروض اخر يوم في الشهر يكون الشهر اللي بعديه الكونتنت بتاعه خلصان، مش هستنى ادخل في الشهر وبعد كده اشتغل. تمام، فانا لازما اكون مخلص الكونتنت. تمام، ويجي شهر 3 ابتدي ادخل في كونتنت شهر 4. تمام، ما ينفعش ان انا ادخل الشهر وانا الدنيا بالنسبه لي لسه ما ظبطتش، ما فيش كونتنت، ما فيش اي حاجه. تمام، الكي بي ايز تولز اكزامبلز، هي الجمله ايه او السؤال ايه؟ كي بي ايز تولز اكزامبل، مش فاهم مسج يعني ايه كي بي ايز تولز اكزامبل. الكي بي ايز دي انا بحكم على الكونتنت بتاعي على حسب الاوبجكتيف، الاوبجكتيف بتاعي ايه وابتدي احكم عليه. تمام، الاوبجكتيف بتاعي اويرنس، طب هل انا وصلت للناس الجزء ده ولا لا،
طب تعالي كده نحسبها. نفترض مثلا انا المفروض على السوشيال ميديا الناس اللي مهتمة مثلا بزيوت العربيات، المفروض الناس المهتمة بزيوت العربيات على السوشيال ميديا 100,000. طب انا عايز اعمل اورنس للناس المهتمة بزيوت العربيات، طيب انا هعمل اورنس يبقى المفروض اوصل ل50,000 واحد، من اللي هو 50% من الناس دي. فهل انا في الاخر بقى احكم انا قدرت اعمل اورنس والناس فعليا 50% قدر يوصل لهم الكونتنت وقدروا ان هم حصل لهم يعني امبريشن بشكل كويس وفهموا ان انا عندي زيت عربيات بيعمل 1 2 3 ولا لا؟ تمام، ببتدي احكم ده. طب انا الاوبجكتيف بتاعي ان انا اعمل انكريس سيلز، طب الانكريس سيلز ده قد ايه؟ انا هحول كام كلاينت، هجيب كام ليد؟ تمام، والله انا الكونتنت بتاعي بيستهدف عدد 10 ليد على مدار الشهر 20 30 40، فهل انا حصل ده ولا لا؟ تمام، كل ما احدد الاوبجكتيف كويسه كل ما انا ابتدي اظبط الكي بي ايز بتاعتي. انا المفروض الكونتنت اللي هكتبه عايز يعمل كونفرجن على الويب سايت، طيب الدنيا هتمشي ازاي ككونفرجن؟ انا هاخد الكونتنت ده وابتدي اوزعه بطريقه معينه عشان اعمل كونفرجن. طب انت محتاج كونفرجن قد ايه على الويب سايت؟ والله انا محتاج الويب سايت يدخل عليه مثلا 100 زائر في اليوم مثلا، فخلاص ان انا هشتغل على ده، يبقى انا المفروض حصيلتي ال 100، المفروض ان انا 3000 زائر على اخر الشهر. طب انا حققت من ال 3000 دول 1000 ونص، يبقى انا حققت 50% من الاوبجكتيف بتاعتي، يبقى انا كده الكي بي ايز بتاعتي ظبطت ان انا حققت منها 50% بس. تمام، تولز بقى ايه ككونتنت؟ في بقى تولز كافكار، في تولز كاناليسيز، في تولز، التولز كتير جدا. تمام، ممكن ابقى ابعت لكم بعد الميت اب ده واقول لكم على حسب التولز ايه وابتدي انزل لكم التولز. تمام، وانا ممكن اسال سؤال؟ ممكن. هو انا مثلا وانا مثلا عايز اعمل براند مثلا هدوم او براند كلودينج عامه، حروق عايز مثلا الخامه مثلا او المصنع او المكان اللي هيعمل التيشيرت ده اجيبه منين مثلا، اجيبه ازاي؟ لا مش فاهم، يعني انت عايز تعمل براند؟ لو حد مثلا عايز يعمل براند مثلا كلودينج زي اديداس او اي براند عامه، وانا عايز اجيب الخامه اللي هي هتعمل منها التيشيرت او المصنع اللي هيعمل لي التيشيرت، واكيد هديله نسبه، فاجيبه منين او المكان اللي انا قصدي يعني اللي هيعمل لي التيشيرت ده اجيبه منين؟ هو انا بحاول اوصل لمعنى السؤال، بس اعتقد ان دي مش شغلانتك انت دلوقتي، محتاج حد سبلاي تشين او حد يجيب لك الخامه دي. طيب لو احنا بقى انت اللي هتعمل ده، فانت المفروض بتشوف الناس اللي بتعمل سيرش، يعني الناس اللي بتبيع تيشيرتات معينه او بتبيع حاجات معينه وتشوف بيبيع فين، او لو انت ممكن تاخد التيشيرت وتروح تسال المحل اللي انت مشتري منه التيشيرت، انت ده اصلا مشتري منين، او تشتري انت التيشيرت وتشوف مكتوب عليه مصنع ايه، ومن مصنع توصل لمصنع، يعني فاهم، في كذا طريقه. تمام. طيب انا عندي سؤال، انا عندي دايما بتبقى لخبطه بين الكي بي ايز والجولز. تمام، يعني الكي بي ايز يعني هقول اللي انا فاهماه علشان يعني توضح الفكره كلها. الكي بي ايز بحس ان هي اللي هي طويله المدى، تمام، انما الجولز يعني انا اول الشهر بحط انا هدفي في الشهر ده كذا، مظبوط كده ولا انا فاهمه غلط؟ طيب يعني الهاي كواليتي ده يعني امسحيه وخلينا ابدا معاكي بالظبط. تمام ماشي ماشي. بص مبدئيا كده لو انا بتكلم في جولز يبقى انا حاطط حاجه بيرسونال مش حاطط حاجه بيزنس. تمام، خلينا نشيل جولز من الحسابات اصلا. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطه، في بقى هعمل كده اللخبطه عند حضرتك، في الاوبجكتيف اللي هي كنت بتقول عليها جولز، الاوبجكتيف والكي بي ايز. طيب ايه الاوبجكتيف والكي بي ايز؟ الاوبجكتيف دي الهدف اللي انا حاطه. طيب الكي بي ايز دي ايه المعيار اللي هيقول لي الهدف ده اتحقق ولا لا؟ يعني انا هدفي ان انا اوصل ل 100,000 كونفرجن على الويب سايت، او 100,000 زائد يدخل على الويب سايت. تمام، طيب الكي بي ايز ايه بقى؟ الكي بي ايز هو ال 100,000 دول وصلوا لكام؟ 50,000 يبقى ده 50%. تمام، 75,000 يبقى ده 75%. تمام، يبقى على حسب انا مين اللي دخل ده، او مين اللي دخل لي، انا دخل لي قد ايه، وبناء عليها العدد ده مين بالظبط. يعني مثلا انا يعني مثلا
قولي لي كده مثلا اوبجكتيف معينه وانا اقول لك عليها المفروض تحط الكي بي ايز ازاي او الكي بي ايز تبقى ايه. طيب مثلا انا الاوبجكتيف بتاعي طيب خليني اسال سؤال قبلها، هل الاوبجكتيف بيبقى الكوارتر ولا اوبجكتيف لشخص؟ يعني الافضل ايه؟ الافضل على حسب شغلي، ملهاش معيار هو شهر ولا كوارتر، بس هو المفروض ان انا بحدد اوبجكتيف، يعني بيبقى فيها حاجه في قاعده اسمها سمارت اللي هو تبقى حاجه سبيسيفيك وحاجه محدده في تايم وما الى ذلك. فالمفروض ان انا لو بحط اوبجكتيف بتكون على حسب الوقت نفسه. تمام. طيب ماشي، الاوبجكتيف مثلا ان انا اعمل براند اورنس، تمام، احط له كي بي ايز ايه علشان اقيسها بعد كده؟ حلو جدا. براند اورنس لمين والكام؟ تمام، لكام شخص ومين، بمعنى ايه مين؟ الاودينس مين وبكام وكام عدده؟ تمام، الاودينس مثلا اطباء، ماشي، كام اودينس؟ احنا لا دلوقتي كده بنتكلم في سيجمنتيشن، اطباء دي سيجمنتيشن، انا عايز تارجت. مش فاهمه يعني اطباء دي هل دكتور السنان زي دكتور البطنه؟ تمام ماشي. دكتور اسنان. حلو، في كام دكتور اسنان في الاريا اللي انت بتستهدفيها؟ هنقول 50,000 مثلا. حلو، انت عايزه تعملي اويرنس صح؟ مظبوط. عايز تعملي اويرنس لكام من ال 50,000؟ اخد كام من 50,000؟ 25. حلو، 25 دي خلي بالك احنا بنتكلم 25 دي المفروض يبقى انا عندي ماركت شير المفروض فيه معايا كام، يعني ممكن 50,000 ده يكون فيه 40,000 واخدهم شركه معينه، فلازم انا اكون فاهم المنافسين بتوعي واخدين ايه، تمام، عشان انا ادخل اشوف انا هلعب في ايه. تمام، فانا دلوقتي قلنا هدفنا كام، 25,000 صح؟ تمام. تمام، ال 25,000 دول، ال 25,000 دول امتى يعني؟ حاولي كده يا اسراء حطي عليهم كي بي ايز، يعني مثلا هقول عايزه 25,000 في خلال كوارتر اللي هو 3 شهور، تمام، يحصل لهم براند اورنس. ايه انا بقى البراند اورنس ده بايه؟ يعني اقول مثلا على حسب الريتش ولا على حسب الامبريشن، كام حد عنده وعي بالبرودكت بتاعي؟ اقيس بقى الوعي بايه؟ ايه الاداه اللي اقيس بيها الوعي؟ الوعي دلوقتي انت الكونتنت وصل لكام حد؟ كام حد فهم الكونتنت ده؟ يعني ممكن نقول مثلا ريتش، ممكن نقول انجيجمنت. بالظبط، ممكن نقول ريتش، ممكن نقول انجيجمنت، وبناء على اخر الكوارتر احسب الكونتنت بتاعي وصل لكام عدد من الناس. يعني مثلا انا دلوقتي بيجي لي يعني في الكونتنت على مدار كل شهر كل كونتنت وصل مثلا لعدد معامل الناس والاذر كليك بقى والانجيجمنت والحاجات دي عدد، فانا بشوف الحصيله في الاخر كام. تمام، او بدخل على فان بيج كارما واشوف خلال من الفتره كذا للفتره كذا حصل عندي امبريشن قد ايه، وبناء عليه انا بفهم. حلو جدا. طيب يبقى كده انا عندي الاوبجكتيف اصلا الهدف اللي انا عايز اعمله والكي بي ايز اللي انا بقيس بيه الاوبجكتيف، مظبوط كده؟ بالظبط هو ده. شكرا جدا. تمام، ساجا بتقول الاوبجكتيف كان بي ميز دو يو لايك مندر جولد از ديسكريبشن از ات تورن. اوكي بالظبط زي ما احنا قلنا برضه، بالظبط ساجا زي ما انت كاتبه ما شاء الله. طيب كان في معاذ، كان في هنا معاذ، معلش بعد اذن حضرتك، هو مش في الجزئيه دي، انا بقيسها على حسب السي تي ار. السي تي ار بتقيسها على حسب السي تي ار، على حسب الاوبجيكتيف. انت اصلا بالنسبه لي، بالنسبه للاورنس على اساس ان هو حاجه يعني مش يعني مش زي مثلا لو انا بعمل حاجه كامبين ليدز او بعمل حاجه مثلا سيلز، فانا بشوف كام مسج او كام ليد جات لي او الحاجات دي كلها، فالاورنس هنا هقيسه على حسب السي تي ار. هو السي تي ار هو اوريدي خد اكشن. تمام تمام، فانا مش عايز، انا هدفي مش اكشن، انا مش عايز منه اكشن، انا عايزه يوصل له ويكون هو فهم الاورنس. ما هو ماشي الاورنس دي يبقى هو شاف البوست بتاعي او شاف الكونتنت بتاعي، ومش هقول لك ريتش ان هو وصل له وخلاص، لا هو اوريدي تفاعل معاه وقرا الكلام ده، تمام، او اتعرض عليه الكلام تاني. هقول لك على حاجه،
المفروض ان هو لما يحصل ان هو يشوف الكونتنت تاني فهو مش بيتعرض عليه عشان الفيسبوك او ايا كان اللي تشانل ايه هي عايز تعرضه عليه تاني وخلاص، لا هو اوريدي عشان هو واقف عنده تمام، فبتعرضه عليه تاني فاوريدي هو خلاص حصل له الاويرنس المفروضه. وانا والكونتنت بتاعتي وشطرت قدرت في الفتره اللي حصل فيها اويرنس دي ان انا اعمل له اويرنس بشكل كويس او لا. تمام يعني انا يعني اصل الجزئيه بتاعت الاويرنس دي يعني بشوفها ان هي ممطوطه شويه، فافضل هي واسعه ان انا يعني انا يعني لازم اكون انا محدد الاوبجكتيف بتاعتي اذا كنت انا عايز اخدها على عدد الشيرز او الكومنت او الرياكشن، يعني دي انا بقى بكون بحددها او ان انا اسيبها وفي الاخر هركب النتيجه عليها، ده انا لو عارض النتائج على العميل او كده. لا هو انا هعرض عليه النتائج كامله، يعني انا برضو المفروض ان انا باخد توتال النتيجه، يعني مثلا مش لازم ناخد امبريشن بس او ان انا اخد بس الرياكشن وخلاص، زي بس بالظبط كده لما بنيجي نحكم على الاد نفسها مش بنحكم عليها بالانجيجمنت ريت بس ولا بنحكم عليها بالكونفرجن ريت بس، لا انا بحكم عليها بالكونفرجن ريت وبحكم عليها بالانجيجمنت ريت وبشوف الفرق ما بينهم ايه بالظبط او الدنيا فيها حصل ايه ما بين الاثنين وبناء على كده بشتغل، يعني فاهمني؟ معايا ولا النت قطع؟ تمام معلش الصوت راح وجه تاني. لا تمام. طيب هو انا لو عندي اوبجكتيف للفيديو مثلا حطيته الاوبجكتيف ده ساي ان انا عايزه الفيديو ده تعمل له شير 1000، فاللي شاف الفيديو مثلا 100 اللي عمل له شير 50 واللي عمل شير من عندي عمل شير مثلا 25 احسب الكي بي اي ازاي؟ ايه تاني كده؟ معلش يعني لو انا مثلا في فيديو ده انا حاطه له اوبجكتيف معينه رقم مثلا معين للفيورز او للشيرنج نفسه، فحصل الفيورز وحصل نسبه الشير مثلا 10 بني ادمين عملوا شير للفيديو، ومن جوه من عند العشرة دول مثلا 5 عملوا شير من عندهم، فممكن احسب الكي بي اي ازاي حاجه زي كده؟ وهل كده انا يعني الخمسه التانيين اللي هم بعيد عني او اللي هم ما دخلوش على الصفحه الرئيسيه بتاعتي دول احسبهم من ضمن الكي بي اي ولا لا؟ طيب انا دلوقتي محتاج عدد معين يشوف الفيديو ده، طب العدد اللي هيشوف الفيديو ده انا بستهدف منه ايه؟ تمام دي حاجه تانية، او العدد ده يشوف بنسبه كام؟ لو انا دخلت على الاناليسز هلاقي الاناليسز متقسمه ل 25 و50 و75% من نسبه المحتوى، فانا المفروض هشوف هل انا محتاج الناس تشوف اول جزء ولا تشوف اكبر جزء، والاوبجكتيف اللي بعد كده متعلقه بايه؟ يعني المفروض الناس اللي هتشوف الفيديو ده، طب اللي هيشوف الفيديو ده كام حد انا مستهدفه؟ تمام طب انا ممكن يدخل عندي 2 يشوفوا الفيديو، واحد شاف اول 10 ثواني والتاني شاف لحد اخر الفيديو مثلا لو نفترض ان الفيديو دقيقه، طب انا هحسب الاثنين حصل لهم اويرنس؟ لا الاثنين ما حصل لهمش اويرنس، في حد اصلا مش انترستد ومجرد ما شاف الفيديو ما كملش 10 ثواني وطلع تمام. طيب التاني اللي كمل للاخر، لا انا بحسب بقى التاني اللي كمل للاخر اللي هو اباف او اكتر من 75% هو ده اللي المفروض وصل له الكونتنت بتاعي وان هو اوريدي انترستد، وبعد كده ببتدي اعمل كونفرجن تاني على ال 75% ان انا استهدفهم وان هم دول يكونوا عملاء محتملين عندي وابتدي استهدفهم تاني. تمام اوكي تمام. طب لو محتوى مش معمول له اد اقيس ازاي اذا كان الفيسبوك مقلل وصول ده لعدد اكبر وبين انه مش كويس ومش هيعمل تفاعل زي ما متوقع؟ طيب انا هقيس ده ازاي؟ انا لا طبعا هفرق ما بين لو ده كونتنت اورجانيك وما بين كونتنت اد. لما انا هعمل كي بي ايز للكونتنت يعني ما اجيش مثلا انزل كونتنت مثلا انا عايزه يوصل ل 100,000 شخص وهشتغل اورجانيك، لا انا اوريدي لازم بيد يعني لازم انا اكون سبيسيفيك جدا في الاوبجكتيف اللي حاططها، ما ينفعش انزل كونتنت واقول انا محتاج الكونتنت ده او الكونتنت الواحد او البوست الواحد يوصل ل 100,000 او ما ذاك وهو اصلا اورجانيك تمام، لا ما انا خليني برضو عندي عقل، يعني مش هينفع ان انا الدنيا بتمشي بالنسبه لي احط اوبجكتيف
هاي وواسع جدا، وفي الاخر انا عارف ان انا مش هحققه او حاجه مش مظبوطه يعني، فانا لازم اظبط ده. وزي ما قلت في الاول، في شركات وناس بتبقى حاطه المفروض بادجت معينه شهريه للكونتنت اللي بينزل على مدار الشهر، مش شرط ان انا اعمل كامبين عشان اليد منها او علشان نحقق هدف معين، هو اوبجكتيف ثابته كل شهر على حسب للكونتنت، لكل كامبين او لكل كونتنت بينزل. طب معلش، هو متوسط كده الاورجانيك بيعمل المفروض، يعني مش المفروض، يعني في المتوسط اللي المتعاقد عليه او المتعارف عليه بيكون قد ايه؟ هو هي دي ملهاش حسبة، يعني ملهاش حسبة ان انا المفروض ان انا الاورجانيك يوصل لعدد معين. لا، انت ممكن لا، يعني لو يعني ملهاش نسبة من البيج عشان اعرف اذا كان الريتش بتاعي كده. هو لا، ملهاش نسبة، انت على حسب انت والكواليتي ومدى الوصول والمنافسة. ويعني معلش انا مش عارف اسمع حضرتك. انت سامعني؟ طب كده الو، طب انا كده حد سامعني ولا هو بس اللي عنده مشكلة؟ انا كده كنت كان صوت بيقطع، معلش سوري. لا تمام، اوكي. أه، بقول لك هي ملهاش رينج معين، على حسب البوست والكونتنت والمنافسه والاندستري وطبيعه البوست والكلاينت والتوقيت. يعني ما يعني اي ثينك ان هي ملهاش معيار، يعني ملهاش عدد او افريج معين المفروض ان انا اوصل له. يعني قصدي هي مش مربوطة بعدد الفانز الموجودين اوريدي على لا، البيج؟ ملهاش علاقة. انت ممكن ناس تكون يوصل لها الكونتنت بتاعك بشير من حد من الكلاينت بتاعك، من الـ الفان بيج بتاعتك او الناس الانترستد بالبيج بتاعتك. انت لو عامل بيج وانا انترستد بيها، فعملت شير للكونتنت بتاعك، فوصل لعدد تاني غير العدد اللي اوريدي على البيج عندك، فملهاش علاقة. تمام. تمام، اوكي. كده في اي اسئلة تانية او حد عنده اي حاجة تانية؟ غدا بتقول فيها اي تولز بتساعدني اقيس الكونفرجن ريت؟ على حسب الكونفرجن على اي جهاز. هل الكونفرجن ده على الويب سايت؟ فاه، فيبقى في جوجل اناليتكس، فانا بقيس الكونفرجن منه. هل الكونفرجن ده منين لفين؟ يعني على حسب منين لفين انا بقيسه بقى. لو من فيسبوك، فانا المفروض بقيس الكونفرجن ده حصل لو انا مثلا منزل بوست عندي على البيج مثلا، واخدت البوست ده و نشرته في كذا جروب وما الى ذلك، فانا بشوف اني جروب جاب لي اكتر انجيجمنت او جاب لي اكتر سوري كونفرجن. فعلى حسب كل على حسب كل كل الكونفرجن هو منين لفين او على ايه بالظبط. تمام، لو مثلا من ويب سايت لفيسبوك، او من فيسبوك للويب سايت، فبشوف فيسبوك بيكسل. لو من تشانلز تانية، فبشوف هي المفروض منين. تمام، وفي نفس الوقت بشوف بقى الكونفرجن ده رايح فين، يعني او جاي لي منين، وببتدي على حسب كل تشانل بيكون فيها الاناليسيس دي بتبان لوحدها. لو انا على جوجل، فهو بيديني الاناليسيس دي. لو انا على فيسبوك او سناب او تويتر او ايا كان او انستجرام، هو لوحده بيديني الكونفرجن جاي منين. تمام، في اي حد عنده اي اسئله تانية او حاجه في اللي احنا قلناها او حاجه بره اللي احنا قلناها؟ لا، هو انا عندي طلب واحد بس. بص حضرتك على الماسنجر، بس مالي ايه، ممكن تبص على الماسنجر بعد ما تخلص؟ اوكي، ما فيش مشكلة. هو يعني انا بالنسبة للماسنجر يا جماعة، انا لو حد بتأخر عليه في الرد فسوري، فعلا انا عندي الماسنجر ما مش ما ما بيفضوش بصراحة يعني. فعلى حسب ما بلاقي وقت بدخل احاول ارد على كل الناس، فاللي بعت لي مسج ومش برد عليه في وقتها فسوري، معلش يعني. في اي اسئله؟ في اسئله تانية؟ ايه الشات؟ إيه هو الشات مالا مره واحده كده؟ فيه عندي سؤال خارج موضوع اليوم، كيف يمكن
افرق بين انواع الماركتنج كريليشنشيب ماركتنج وانفلونسر ماركتنج وجرين ماركتنج. بفرق ما بين الاجزاء دي كلها. هو اوريدي انتوا سامعيني طيب ولا انا عندي مشكله في الكونكشن ولا ايه؟ اه تمام ماشي. طيب بفرق ما بينهم هقول لك تعملي ايه. المفروض ان انا بجيب كل تعريف منهم، وبعد ما تجيبي تعريف منهم تعملي سيرش عليه وتجمعي اللي فهمتيه عنه في ورقة لوحدها منفصلة، وبعد ما بتعملي ده بتبتدي تفهمي كل واحدة ماشية ازاي، وبناء عليها انت بتلاقي نفسك فهمتي الدنيا ماشية ازاي. طب ايه الفرق ما بينهم او بيمشي ازاي؟ لا هو يعني اعملي سيرش وقولي لي ايه فهمتي ايه، او هستنى انت تبعتي لي تقولي لي وانا اقول لك اه الدنيا كده صح او الدنيا غلط في عندك فيها حاجة او كده يعني. بس هو عموما الريليشن شيب اللي هو التعاون ما بين شركات وبعضها وما بين افراد وبعضها، والمفروض ان هم بيسبورتوا البعض. انا اعمل لك اعلان عندي وانت تعمل لي اعلان عندك وما الى ذلك. فور اكزامبل يعني لو انفلونسر فهو الناس المؤثرين، مثلا في حد عامل قناه بتاعته ان هو بيتكلم عن الميك اب وما الى ذلك، فده انفلونسر تمام، هو بيعلن تمام. لكن هو ما بقصد انه يعني الانواع تعريف كل واحد فيها، انا قصدي كيف ممكن افرق ما بين انه مثلا لما اقول influencer marketing او مثلا services marketing، كيف ممكن اعرف انه هذا نوع وهذا تخصص واعمل فرق بيناتهم يعني؟ الفرق على حسب الخدمة او السيرفيس اللي بتتقدم. يعني لو حد relationship فاوريدي هياخد مني خدمة قصاد خدمة، او اعلان قصاد اعلان، او كونتنت قصاد كونتنت، او في منفعة متبادلة تمام. طب لو انفلونسر فانفلونسر هو مش بياخد منفعة متبادلة، هو بياخد فلوس او بياخد بودجت او بياخد راتب او بياخد سالري او بياخد مقابل مادي كسيرفيس انا بقدمها له ببيعها له، مش بنتبادل خدمات تمام. ده الفرق ما بين ده وده. وبرضه زي ما قلت لك من التعريف او من تفريق المصطلحات الحاجات دي بتبين، يعني بتفرق ما بين هنا وهنا وعلى حسب هو رايح فين. وكل واحد بيبقى شغال في جزء هو بيبقى عارف هو شغال فين. يعني لو مثلا جه حد قال لك مثلا انا شغال انفلونسر، او شفت حد مثلا كاتب انفلونسر، فهو فاهم ان هو يعني فاهم بيعمل ايه، او فاهم ان هو بيشتغل كانفلونسر. طب لو حد تاني شغال بيعمل ريليشن شيب، مش هيجي حد يقول انا شغال ريليشن شيب ماركتنج، لا اوريدي احنا بنعمل تعاقد ما بيننا وما بين بعضنا، او ما بيننا وما بين الشركه الثانيه، فبيبتدي ان احنا نشوف خلاص انا بقدم له خدمه وهو بيقدم لي خدمه، انا بقدم له جزء وهو بيقدم لي جزء. هلا مثلا اذا قلت الايميل ماركتنج، هو بيدخل في البي تو بي ماركتنج وفي البي تو سي، اثنيناتهم ممكن نستخدم فيهم الايميل ماركتنج. تمام بالظبط. بس هو مفهومه في الاول وفي الاخر ان هو ايميل تمام. طب الافيليت تمام. بص هي تعريفات يعني، كل 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 حاجه وليها مدلول. يعني الافيليت ماركتنج مثلا والدروب شوبينج، الافيليت ماركتنج ده حد بياخد المنتج تمام ويبيعه وياخد العموله. طيب لو انا مثلا دروب شوبينج، لا انا باخد وبشتريه لصالحي، وبعد ما بشتريه لصالحي ببتدي ابيعه بالسعر اللي انا عايزه تمام. فده ليه مفهوم وليه مفهوم. حاولي تجمعي التعريفات، ومن التعريفات انت بتعريفك انت باللي انت فهمتيه اكتبيه في ورقه، وهتلاقي نفسك فهمتي الفرق ما بين كل حاجه منهم تمام. ولو وهستنى ان انت تبعتي لي اللي انت عملتيه، وعشان اقول لك اني ده صح او ده غلط، او لو في حاجه اضيفها لك عليهم يعني. تمام حاضر. تمام. الجرين ماركتنج هو الجزء بتاع ان انا بعمل دعايه تمام، بس بتكون دعايه بيئيه، او يعني دعايه ما بتضرش بالبيئه، او حاجه تكون في صالح البيئه. يعني مثلا انا لو عندي منتجات، مثلا لو قلنا مثلا كوكولا، فهي بتعمل البيبسي بتاعها او الصودا بتاعتها في بلاستيك تمام. طيب هي ممكن بعد كده تقول ايه، انا هعمل البيبسي بتاعي لكن، او هعمل الكوكولا بتاعتي لكن في 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 حاجات تانية غير حاجات امنه، او حاجات ليها ضرر اقل من البلاستيك
تمام. فانا هو بيغير في الانتاج وفي التعبئة، وبيشتغل على التولز اللي بتأهل الكرة الأرضية إن هي تكون في دائرة مستدامة وما إلى ذلك. زي بالظبط مثلا كده لما شفنا، فاكرين علبة اللبن اللي كان بيقول إيه صحتك في العلبة دي، تمام؟ فهو بيشتغل على جرين ماركتنج، إن العلبة نفسها هي بتشتغل على جزء التوعوي وما إلى ذلك، وإن هي مش بتضر بالبيئة ولا بتضر بالإنسان والكلام ده كله، تمام؟ زي مثلا لما نلاقي مثلا شركة بتشتغل في النظافة مثلا، لا أنا المنتجات بتاعتي مش بتضر بالبيئة وما إلى ذلك، الحاجات اللي ليها علاقة بالسوشيال شوية، أو الحاجات الاجتماعية شوية وبتفيد البيئة يعني، تمام؟ حاجة جرين، حاجات خضراء زي ما بيتقال في العربي يعني. تمام؟ تكرار يا استاذ محمود. ايه؟ الو؟ الو، عفوا، صوتي واضح؟ تمام. يعطيك العافية. مرت فترة من الفترات كنت حضرتك تنزل تاكتكس كنت تستخدمها يعني ان ريل لايف، يعني تجارب عملية من حضرتك. تمام، كان ماركتنج ستوري تقريبا. تقريبا، وراحوا ما بس تنزل، وشغلت فترة طويلة عنهم، فلما تكرم ترجع فيهم لأنه كانوا حلوين جدا يعني. ده في 2018 تقريبا. مظبوط. ده متابع كان قديم انا يا استاذ محمد. ايه؟ انا متابع قديم انا. هو فعلا انا فاكرهم كمان كانوا 12 قصة يعني، كان 12 وقفوا ستوري. عند 12، صح فعلا وقفوا عند 12. هو بس انا ما كملتش فيها، لان هو بس اللي دي الوقت، لان انا عشان اعمل ده ببتدي اطلع الدفاتر القديمة وابتدي افتكر القصص اللي في ساعتها حصلت، وابتدي اكريت الكونتنت، وابتدي ان انا احاول اوصله بشكل مفهوم، وفي نفس الوقت بحاول فيها احافظ على البراند اللي كنت شغال معاه، ان انا مش يعني ما مت... ما ينكشفش يعني. طبيعي بالظبط، عشان طبعا دي حاجه تبع البراند. حقه طبعا. فالموضوع كان بياخد بروسيس مرهقه جدا، والوقت اصلا ما بقاش، بس يعني هحاول اعملها فيديوز حتى عشان الموضوع يبقى اسهل. فيديو صوت اللي اسهل لك يا استاذ، اللي ما بياخد من وقتك كتير. يا ريت. لا لا تمام، حاضر يعني، شكرا الله جدا والله يكرمك، يحضر لك الخير. ولو بس تحرص الله يكرمك يعني، مثلا انا على مستوى اخر سيشن عملتوها الاسبوع الماضي تقريبا كانت عملي، فلو الظاهر ما خطر ببالك تسجلها او شيء يعني. هو هي فعلا كده تسجل، بس هو حصل مشكلة في التسجيل بصراحة، لان احنا كنا بننفذ عملي، فكان الدنيا فيها لغوطة شوية، بس كده كده ناس كتير كلمتني في الجزء ده، وبإذن الله هتتعيد يعني، انا كده كده ناوي ان شاء الله يلا خير بإذن الله. اهو. وهو يا ريت بس لما تتعاد بعد اذنك تكون، اسف قطعتك، تكون مسجله يعني، بحيث انه تكون مرجع يعني وانت ما بتقصر. ماشي، اوكي، حاضر، كلامك يا رب، الله يعطيك العافيه، اشكرك. تمام. في اي حد عنده اسئله تانية يا جماعه، او في اي مشكله تانية؟ انا عندي سؤال. انا ماسكه صفحه بنزل لهم بوست كده يعني يوم او يوم لا، بس انا ملاحظه ان يعني ما اعرفش ليه ما فيش يعني، ما بحسش ان في تفاعل كده على اولا هي عدد الناس اللي على الصفحه تقريبا، هو مطعم جديد يعني، والمفروض ان هو عدد الناس في حدود 3700. اكتر حاجه ممكن حد يعمل لي لايك على البوست الواحد في حدود 120، مهما اكتر، مع اني بجيب دايما صور جديدة. بحاول ان انا يعني اشوف، حتى لما انا دخلت عند الكومبيسترز والكلام ده قعدت ابص اشوف هما الناس بتعمل ايه، ما بحسش ان يعني في، هما طبعا العدد اللايكس عندهم ازيد بكتير، بس ما بحسش ان في حد مثلا بيقعد يعمل كومنتات والكلام ده، فده مشكلة فين؟ من عندي انا يعني، انا هل انا ممكن اكون ما بكتبش محتوى اتراكتيف يعني، ولا ده طبيعي؟ تاني حاجة بلاحظ لما حد يعمل شير من على البوست اللي انا عاملاه من على الفيسبوك، حد من الكلاينتس يعني، بدخل اشوفه بلاقي ان مفيش حد شاف الشير بتاعه، ليه؟ مع ان ده بيتكرر كتير. تمام،
طيب سؤال تاني سريع، هل في اب او حاجه بتساعدني ان انا اعمل زي سكيدول سكيدول للبوست اللي انا المفروض اعملها شهريا ما دام هم بيتعملوا قبل ما الشهر يعني يبدا؟ تمام، هو اول سؤال بس كان ايه؟ ما بحسش ان في تفاعل، ما اعرفش ليه مهما انا بجيب صور جديده على طول. طيب هو اوكي تمام. مبدئيا الموضوع ده ليه ابعاد كتير جدا او ليه اسباب كتير، فعشان اعمل ده البروسيس بتكون كالاتي: بجيب الكونتنت نفسه تمام، وابتدي اعمل عليه تيست، ابتدي اشوف اكتر من محتوى، واكتر محتوى ابتدى يشد مع الناس ابتدي اشتغل عليه. دي نقطه. تاني نقطه، لازم اشتغل ادز في الاول، لازم اعمل ادز، لان انا ممكن دي ممكن تبقى مشكله. المشكله تانية ممكن يكون عندي في الجزء بتاع الناس نفسها مش بيوصل لها الكونتنت، يعني انا مفيش حد بيوصل له الكونتنت علشان يقدر ان هو يعمل عليه انتراكشن او ان هو ياخد عليه رياكشن تمام. فانا اوريدي بيبقى المشكله مش عندي، يبقى انا عامل محتوى كويس بس ما بيوصلش. فهشوف هل مدى الوصول بتاعي عامل ازاي بالظبط، او الاستراتيجي بتاعه الانتشار بتاعتي تمام، انا بنتشر ازاي، الكونفرجن بجيبه منين تمام. دي حاجه. تالت حاجه ممكن يكون المنافسين بتوعي معليين عليا ومغطيين عليا. الماركت سايز بتاع حضرتك كام؟ لازم تشوف الماركت سايز بتاعي كام. انا المنافس بتاعي 1 2 3 واخدين شرايح كذا كذا كذا، يعني مثلا الناس المهتمه بالفرايد تشيكن مثلا، لو المطعم فرايد تشيكنز، فالناس المهتمه بالفرايد تشيكن مثلا على السوشيال ميديا او على فيسبوك او ايا كان مثلا 100,000. طب ال 100,000 دول اصلا متقسمين على مين في السوق، وانا المفروض حدودي كام، او انا المفروض اخد كام وبطمح ان انا اوصل لكام. فده برضو سبب. فانا لازم اول حاجه اعملها خالص اعمل سيتويشن اناليسيس، ابتدي كده اجيب البيج واجيب ورقه وقلم واشوف المشكله فين، ابتدي احلل جزء جزء. الناس دي بتنزل صور وانا منزل صور، بس انا صوري احلى، طب هل انا بوصل؟ وابتدي احلل كده جزء جزء. طب لو انا ما بوصلش، طب ايه اللي يخليني اوصل؟ ودايما اجرب حاجه جديده، دايما دايما اروح اعمل حاجه جديده تشد الناس. لازم يكون في اوفرز، اكيد في طريقه بتشد الناس في جو الريستورانتس او المطاعم، يعني بشكل عام في طريقه بتشد الناس، لازم يكون في طريقه بتشد الناس، خصوصا ان هي حاجه اصلا نيد، يعني ما فيش حد ما بياكلش تمام. فلازم نعمل طريقه تشد الناس. الطريقه دي ممكن تكون اسئله واجوبه، ممكن تكون قصه، ممكن تكون ان انا استضيف حد مشهور عندي، انما ان انا اعمل البيج وابتدي انزل بوستز ولا ايش حد رياكشن، اكيد انا عندي في حاجه في الخطوات غلط تمام. ممكن اكون ما عملتش اد اصلا، ممكن اكون ما بوصلش للناس تمام، ممكن ما يكون الدنيا لازم يكون في حاجه، يبقى في مسابقه، في اوفرز، في حد مشهور جه عندي، في بارتي، في لازم اعمل حاجه جديده تمام، حاجه تكون يعني تديني واي وتديني طريق ان انا امشي فيه. دي حاجه. حاجه تانية السكادول بتاعت البوستس، كل تشانل تمام ليها السكادول بتاعها وممكن اعمله. يعني لو انا بنزل على فيسبوك فهتلاقيه بيقول لي هل انت هتعمل بوبليش ولا انت هتعمل سكادول، لو انا بنزل تويتر هيقول لي تعمل سكادول، لو انا بنزل انستجرام تعمل سكادول، لو انت يعني انت على حسب التشان، كل تشانل ليها السكادول بتاعها. وطبعا في انستجرام وفيسبوك ممكن اشتغل من كرييتور ستوديو او من بوبليش تولز، هلاقي فيها السكادول واعمل فيها السكادول زي ما انا عايز واظبط فيها. دي حاجه. حاجه تانية، التشانل نفسها اللي شغال عليها في الريستورانت ايه، يعني هل انا شغال فيسبوك؟ طب ما انستجرام تروح فين تمام؟ لو انا يعني سمعت حضرتك بتقولي يعني عندي البيج عندها كذا، طب انستجرام فين في الموضوع؟ على انستجرام عندنا فيسبوك وانستجرام. طيب ماشي اوكي، انستجرام وضعه ايه في الموضوع؟ هل انستجرام حاليا الاناليسيس بتقول بتاعت فيسبوك ان الريلز بتاعت انستجرام هي اقوى حاجه بتوصل تمام؟ فين هل انتوا عاملين ريلز؟ I think إن ممكن ما يكونش فيه. لا. طيب يعني أنا أعلى حاجة بتوصل للناس أنا ما بشتغلش عليها، فأوريدي أنا هستنى أوصل للناس إزاي. تمام؟ تمام. فلازم أقعد كده بقى أعمل أناليسيس وأطلع البوينت وأحل فيها كده واحدة واحدة لحد ما أوصل لطريقة اللي هي تبقى الوصفة السحرية بقى، إن أنا خلاص عرفت الناس بتوعي بجيبهم إزاي. أعمل ريلز وأشوف الدنيا فيها إيه، ممكن أعمل كامبين مع الانفلونسر واشوف الانفلونسر دول اقول لهم والله ييجوا ياكلوا عندي. في بيجز بتاعت اكل على الفيسبوك ممكن بتستضيف الناس تقريبا بتوعها،
وبعد ما تستضيفيهم بيتكلموا عن المطعم بتاعك، وبتبتدي بتاخدي conversion كويس. لازم يكون في استراتيجي. تمام تمام. في كده الدنيا واضحه ولا؟ اه واضحه. عايز اعرف بس في الفيسبوك بنعمل سكيدولينج منين؟ لما هدخل على البيج بدخل على كرييتور ستوديو او على بابليش تولز، هتلاقي في العمود اللي على الشمال لو حضرتك عامله البيج انجلش، لو عاملاها على اليمين هتلاقي ادوات النشر على اليمين على حسب الفيسبوك عن حضرتك ايه. طيب متشكره قوي، كتر خيرك. تمام. سجا، البوستات الفجائيه اللي بتنزل من الصفحات تماشي مع اي شيء بالماركت او الباد او اي ترند، هي تصنف كونتنت صح بس مش بلاند؟ لا، الكونتنت ده مش بيبقى محطوط في البلان، الكونتنت ده بيبقى ترند. يلا يا جماعه في ترند نمشي عليه، تمام، ويبتدي نعمل ببلش تولز ملوش علاقه بالكونتنت اللي احنا ماشيين عليه، وبيمشي في واي ثانيه خالص. بس نخلي بالنا، هل الترند ده متلائم معايا ولا هيجيب لي النيجاتيف؟ تمام. هل الترند ده انا ينفع ادخل فيه ولا لا؟ يعني مثلا ما يبقاش في ترند مثلا ماشي وانا ادخل فيه الاقي نفسي عملت يعني حاجه مش حاجه جابت لي فيدباك مش كويس، حاجه جابت لي فيدباك. يعني مثلا انا شفت دكتور كان الترند بتاع هاني ده، اللي هو الترند بتاع ده هاني، طيب جه دكتور كان اسمه هاني راح منزل اللي هو ايه ده هاني، فعمل عنده فيدباك يعني وحش جدا، تمام، والناس انتقدت الموضوع وحصل عنده مشاكل. طب ما هو ده ترند وده دكتور واسمه هاني، بس دخل في الترند بوظ نفسه بهدل الدنيا، تمام. فلازم انا اخلي بالي الترند ده هيجي لي بايه بالظبط، وهل الترند ده متوافق مع الاودينس اللي انا بشتغل معاهم ولا لا. تمام. يعني مثلا على حسب الاودينس بتوعي الترند ده هم معاه ولا ضده، فلازم اشوف ده كويس قبل ما ادخل في الترند، لان في الترند ساعات بنشوف بلاوي بصراحة. طيب عندي سؤال، انا كنت كتبت فوق وحضرتك بتتكلم عن فكرة الاوفر وانا بحط الكونتنت بتاعي. طيب هل الاوفر انا اللي بعرضه على العميل بقول له والله انت الافضل ان انت تعمل اوفر الشهر ده عبارة عن كذا، ولا العميل مثلا هو اللي بيقول لي ان انا عندي اوفر فاغطيه؟ يعني بتيجي منين البداية؟ البداية من عندي وهو يديني عليها الاكسس. طيب امتى اقول ان انا عايز اعمل اوفر، والاوفر يكون شكله عامل ازاي، واحدد يعني طبيعه الاوفر تكون عامله ازاي؟ تمام. طيب طبيعه الاوفر بتمشي في بس المايك عشان في صدى صوت ويعني طيب تمام. الاوفرز بتكون ماشيه على حسب الاودينس بتوعي، ايه اللي ماشي معاهم في الفتره اللي جايه. يعني مثلا انا لو عندي مثلا بلاك فرايداي، فاوريدي الاودينس بتوعهم مهتمين بيه ولا لا، واحنا بنطلع الهوليديز كده بشوف الفترات اللي جاي فيها اعياد هينفع فيها اوفرز ولا لا. دي حاجه تانية بشوف المنافسين، هل السنوات اللي فاتت السنه اللي فاتت في نفس السيزون نزلوا اوفر ولا لا، ده لو انا جديد، هل هم بينزلوا فعلا اوفر ولا لا، ببتدي اشوف على اساس ده. بعد كده بشوف الكلاينت بتاعي هو مهتم باني منتج بالظبط، واحط معاه اغلب الشركات بتعمل كده، واحط معاه برودكت هديه يكون البرودكت ده محتاج ان انا اوسع الماركت شير بتاعه، محتاج ان انا عندي ستوك منه وعايز اطلع منه بشكل كبير، او عندي عايز اعود الكلاينت ان هو لما يشتري البرودكت ده يشتري ياخد معاه البرودكت ده، او على حسب انا محتاج ايه بالظبط. بس المهم الهديه برضو تكون مدياني نفع اكتر، او مدياني نفع برضو مع ان انا استنفع بالهديه اللي انا بديها له او الاوفرز اللي انا بديه. لو انا مثلا بشتغل على الاودينس ده لازم انا اشوف هما بيحبوا يوفروا ولا بيحبوا الكواليتي ولا بيحبوا ايه بالظبط، وابتدي اسجست للاوفر بتاعي، وابتدي اشوف المنافسين الهدايا اللي بينزلوها ايه او الاوفرز طبيعتها ماشيه ازاي، وابتدي اشتغل على ده، وابتدي اشوف الويب سايتس والابلكيشنز اللي هي اي كوميرس المفروض في مثلا زي طلبات، مثلا لو انا شغال مطعم انا بشوف طلبات هينزل ايه، تمام، او الاوفرز بتاعته بيمشيها ازاي، لان ده يعتبر منافس ليا، تمام، بس في نفس الوقت هو اوريدي هينزل اوفرز، حتى لو في وقت ما فيهوش اوفرز هو هينزل اوفر، فبشوف هو بينزل ايه، وابتدي احصر كل الاوفرز دي واحطها كده على مكتبي كده جنب بعض، وابتدي اشوف انا هدخل بقى في وسط الخناقه دي ازاي، انا هدخل بقى ازاي عشان اخد
حته من التورته بتاعت الاوفرز دي، وبناء عليها بعمل كذا اقتراح وبعمل له سجست للاونر او ل اللي هياخد الديسيجن، وبنختار مع بعض حاجه ما بينهم. تمام ماشي شكرا. تمام من في الكلام لازم تروعي في الكونتنت، العميل لازم يدوق الاكل وهو بيقرا، لازم تخلق قصه تشد بيها الناس للصفحه، عروض ومسابقات، وكل فتره تقدم فيديوهات لقطات. ده تقريبا مينا كان بيتكلم على الجزء بتاع الريستن، فحاجه كويسه. الصوره في الاكل طبيعي تفاعلها ضعيف. ايه افضل طول اعمل بيها بودكاست للمراسل للبيج من غير ما يكون في حظر؟ بودكاست المفروض ان انا بشتغل بقى على يعني مش برجح موضوع البودكاست اصلا يعني حاليا او في الوقت ده بلاش يعني بلاش ان انا اعمل طول يكون ليها بودكاست والمفروض ان انا اشتغل مع الا بقى لو انا اشتغل مع ميني شات بقى والجزء ده تمام بشتغل مع ميني شات وابتدي اظبط او بعمل واتساب بزنس وابتدي اعمله اخليه ياخد كونفرجن على الواتساب بزنس ومن هنا بقى اشتغل معاه بقى زي ما انا عايز يعني او ان انا ممكن اعمل بودكاست وابتدي اشوف الكلاينت بتاعي موجود على انهي تشانل بالظبط كبودكاست هيقدر يعمل لوجن لا يعني مثلا ما اعملش مثلا بودكاست على مثلا مثلا سبوتيفاي مثلا وهو اصلا مش عامل لوجن عليه فممكن ما ينزلش ابلكيشن اصلا تمام ايه افضل طول ايه او هل ممكن في كتابة بوست المحتوى يكون بدايته معلومة هي تعتبر سلبية بس حاجة شائعة وبتكون من الاول الجملة مثلا يبان سلبي في باقي الجملة في نفس الجملة الاول انا مش فاهم هل ممكن في كتابة بوست المحتوى يكون بدايته معلومة يعني بدايتها تكون حاجة شائعة بتنفيها بس كل ده في نفس الجملة الاولى بس بدايتها تبان كانها سلبيه بس عارف لو كانك اول جمله بتبقى طويله شويه فلازم تدوس مور عشان تشوف مثلا الحاجه دي فهي اللي يقراها في الاول تحس ان هي سلبيه بس هي جمله بتنفي حاجه شائعه فاهم قصدي طيب هو لو اد بلاش الموضوع ده نهائي لو انا هشتغل على البوست ده او الكونتنت ده اد فبلاش ان انا اعمل ده اصلا تمام لانه هياخد ريجكتد وهيدخلني في مواويل دي حاجه حاجه تانية الكالتشر بتاعت الاودينس ايه بالظبط هل هو ده يتماشى بس مش مع كل الاندستري ولا كل الاودينس لو انا حاجه ميديكال بينفع جدا ان انا اواجهها بالمشكله مثلا بتاعت بشرتها او مشكله بتاعت شعرها وابتدي اسجست ليها الحلول ده بينفع جدا بس لو اد بتبقى فيها مشكله هي awareness مش اد بيبقى يعني مش هعمل له اد كمان يعني هينزل عادي كانه ديفيشن بوست عادي ينفع بس افضل حاجه في الجزء الاندستري بتاعتك الستوري ان انا بحكي لها قصه او بديها اكزامبل والله احنا مش عارف مين استخدمت المنتج كذا وعمل معاها كذا ومش عارف ايه ببتدي اقول لها وانت نازله في الشمس مش عارف الشمس عشان ما تعملش في وشك فاهم يعني بحكي لها قصه تمام وانت رايحه الجامعه وانت جاي من الجامعه وانت رايحه الشغل وانت راجعه بالليل وانت في المطبخ ببتدي احكي لها قصه يعني تمام ايه تاني في اي حاجه ثواني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا كنت عايزه اعرف بس لو انا عايزه اعمل استراتيجي لونج تيرم يعني يعني اعملها ازاي مثلا لمده 6 شهور او كده ابتدي ازاي او كده لو على صفحه مطاعم مثلا تمام هي تنفع لونج تيرم هي نفسها بس براعي اللي انا بشتغله على مدار وقت قليل بشتغل على مدار وقت طويل يعني مثلا لو انا هطلع الهوليديز فانا بطلعها بتاعه الست شهور لو انا هعمل مثلا كونفرجن فانا هعمله الكونفرجن يكون على مدار الست شهور والاوبجكتيف تبقى اوسع لكن في مصر ما ينفعش اللونج خالص ليه بقى لان الاحداث في كل اندستري ماشيه بشكل سريع فاحتاج ان انا دايما اغير في الاستراتيجي بتاعتي دي حاجه حاجه تانية لو الاستراتيجي بتاعتي وهي ماشيه في واي واحد وفي نفس الاتجاه وفي نفس الطريقه وفي نفس الفويس تون ونفس نوعيه البوستز الكلاينت هيزهق هي ممكن يعني يمل مني اصلا
تمام، فانا لازم أنا اكون مجدد، فانا مش بنصح باللونج تيرم اصلا، خليها شورت يعني حاجه تبقى ماكسيمم 3 شهور تمام، يعني ده الماكسيمم يعني. انا بس مطلوب يعني عميل مطلوب مني بلان لمده 6 شهور، فانا بس مش عارفه يعني، انا احنا دايما بنشتغل مثلا شهر او مثلا بنشتغل شهر او شهر ونص يعني، عشان اشتغل في الشهر الثاني اقصد يعني، باول مره يطلب مني 6 شهور، فانا بس بسال هو زي مثلا اعمل بلان كانها شهر بشهر بس بخطه اكبر، صح كده؟ وهدف اكبر. تمام، هو ده بالظبط بيحصل، بس بقى هقسمها يعني، انا لو انا مثلا محتاج اوصل ل 100,000، فانا ممكن اديله اللونج تيرن بس شورت تيرن. ازاي بقى؟ احط له الاهداف مقسمه على كل شهر تمام، بحيث ان انا لو جيت بعد 3 شهور حبيت افصل البلان دي اقدر افصلها، يبقى انا حققت اوبجيكتيف لكل شهر لوحده او لكل ال 3 شهور لوحدها، وبناء عليها ابتديت ان انا اشتغل. يعني مثلا انا لو في ال 6 شهور هوصل ل 200,000، فانا اقول له والله انا خلال اول شهور هوصل ل 100,000 وتاني شهر هوصل ل 100,000. لو انا هعمل كونفرجن مثلا لمده معينه او لوقت معين مثلا، او مثلا لعدد معين من الناس، فانا باخد بقسم على الاثنين واديله ده فيرست ستيب وده سكند ستيب، وبشتغل مع نفس النقطه دي بحيث ان انا ابقى انا عامل سيف لنفسي ان انا اقدر اكنترول بشكل كبير تمام على الاستراتيجي بتاعتي، وفي نفس الوقت هو يبقى واخد اللي هو عايزه، وعايز 6 شهور سنة سنتين براحتك بقى. تمام، متشكرة أوي، شكرا جدا. شكرا لله. أنا عندي سؤال. تمام. كنت بسأل حضرتك على البودكاست، أنا ماسك بيج جديدة تمام، هي بيج عقارات. شركة الماركتنج كانت شغالة، كانت أغلب الحملات كانت كلها مسج، كان بيوصل لهم مسج كتير جدا، بس كان في غلطة ان الناس بتبعت مسج وما كانش ما فيش رد خالص، ما كانش فيه مونتريت او ما كانش فيه اي حاجه خالص. فالبيج في اخر 3 شهور عليها 4500 رساله تقريبا، فايه الحل اللي انا اقدر اتواصل مع الناس دي تاني؟ الحل ان انت بتعمل ري ماركتنج. انا مش عايز ادز يعني، من غير ادز. مش ادز، مش انت عندك مسج بالظبط، عين مودريشن تمام، ويبتدي هو ياخد الناس دي جزء في جزء باوبجكتيف معين. ولنفترض مثلا ده مش متوفر يعني، انا لوحدي يعني، انا شغال ماركتنج لوحدي، مفيش اي حد معايا. لا ده مفيش حاجه اسمها كده، لازم حد يشتغل على الجزء ده. انت مش هتكلم ال 6000، انت قلت كام؟ 6000؟ 4000 2000 ونص، 2000 ونص تقريبا، ولا حتى 1000 تمام. انت مش هينفع لان خد بالك ان انت هتبعت له مسج، ولنفترض 25% منهم هيرد عليك بمسج، فهتضطر ان انت ترد عليه بلاس اللي انت بتتابعهم تاني. فانت لازم حتى تجيب حد مودريشن لمده شهر على الاقل يفولو اب مع الناس دي. يبقى انت الاوبجكتيف بتاعته، انت معاك 4000 مسج او 2000 مسج، الاوبجكتيف بتاعك ان انت تقفل المسج دي اخر شهر تديني بيها ريبورت. يعني انا مثلا كانت الفكره اللي في دماغي ان انا مثلا عايز ابعت لهم كلهم رساله مره واحده بكونتنت مفيد، واقول لهم في الاخر لو انت مهتم بالمساحات ديت يعني سجل رقمك او ابعت رقمك، واحط له مثلا لينك دايركت واتساب بيزنس. ده اللي كان في دماغي. انت ممكن تعمل كده وتعمل اعلان مسج تمام، بس انت اقول لك على حاجه، انت ممكن يكون اصلا ناس منها داخله مش هدفها ان هي تشتري في حته معينه انت هتعرضها عليها. يعني مثلا ممكن يكون مثلا لو انت ديفلوبر ولا ديفلوبر. طب انت ديفلوبر، ممكن يكون هو انترستد بالبروجكت تاني، ممكن يكون بيسالك على الساحل وانت بتبيع في السخنه، انت فاهم؟ ممكن يكون بيسالك في 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 الداون تاون وانت مثلا بتبيع في على الاغلب دي مش هتكون موجوده، لان الشركه دي في المنصوره ومشاريعها كلها في المنصوره، فهو اغلب اللي هيبعت هو مهتم بمشاريع المنصوره اصلا، مهتم بمشاريع المنصوره. مش هيبقى مش كلهم هيبقوا مهتمين بنفس المساحات، مش كلهم بالسعر، مش كلهم بالمقدم، مش كلهم فاهم. هتلاقي اوبجكتيفز مختلفه. انت ممكن تعمل مسج تتوافق معاهم، بس لازم على الاقل تشوف جزء منهم عشان تقدر تبني فكره تكمل الباقيين ازاي. ولو حتى انت اشتغلت عليهم، انت خد بالك الناس دي هترد، فانت هتضطر ترد عليهم، فانت كده لازم يعني مش كتير، مش هينفع. ممكن بعد اذنك بس ادخل في الجزئيه ديت؟ اتفضل. اكيد. هو بالنسبه للجزئيه ديت، عشان بس انا كنت في الفتره اللي فاتت شغال في الموضوع ده، بالنسبه للريال استيت لو ما تردش عليه في وقتها او بعد يوم واحد ماكسيمم زمانه اشتراه، يعني هو بيهرب منك يعني، هو بيروح في حته تانية، او ممكن يكون هو خلاص ظبط مع حد تاني.
فكون ان يبقى قاعد فتره كبيره جدا وتراكمت المسجز ديت فهم مش من العملاء الدايمين. يعني الريال استيت ده مش عميل دايم، ده بمجرد ما هو اشترى او باع خلاص. تمام، هو ده احتمال، بس في احتمال تاني هو ممكن كان ايامها بياخد فكره فممكن يكون بيشتري دلوقتي، فانا عايز الحقه دلوقتي. انت محتاج مودريشن عشان يهندل الدنيا، غير كده ما بالظبط لازم مودريشن، لازم ده مودريشن وناس تكثف وتزن وحاجات كده كتيرة. ويكون بقى فولو اب بقى بتاع السيلز والكلام ده. تمام شكرا. تمام شكرا لله. تمام في اي اسئله تانية او اي حاجه تانية عنده اي سؤال تاني؟ العفو انا بس تعقيبا على النقطة على السؤال السابق، ممكن يفكر بطريقة يستخدم فيها الشات بوت. ما انا قلت له ممكن تشتغل ميني شات، بس الميني شات هتحط فيه ايه ولا ايه؟ طبعا صحيح، هو هي مشكلة انك تصلح الغلطات يعني مشكلة كبيرة طبعا، والرقم وصل 4500، انت محتاج تيم يهندلهم مش واحد ولا اثنين. انت كمان محتاج اصلا تاخد فيدباك عن الكلام ده كله عشان تبني عليه بعد كده، يعني انا مش بس ان انا ارد عليه وخلاص انا رديت عليه، لا انت كمان او حتى كونفرجن منه انكريس سيلز او حاجه، لا انت اوريدي انت محتاج اصلا تعمل فيدباك او كاستمر فيدباك عشان تقدر تبني بعد كده الفتره اللي جايه. تمام، وبعدين انت لو النهارده بتعمل مودريشن وماسك البيج لوحدك انت بكره هتلاقي نفسك بتعمل الديزاين، فبلاش اصلا تخش في الحته دي. انا اصلا فعلا يعتبر وصلت للمرحله دي. طب حرام عليك. تمام اوكي. اوكي يا جماعه، حد عنده سؤال تاني او في اي حد عنده حاجه تاني؟ ربنا يبارك لك، شكرا جدا. تمام ماشي يا جماعه. يعني المرة الجاية أتمنى ما نتكلمش في الكونتنت تاني، تمام؟ لأن كده اتكلمنا في الكونتنت كتير يعني. إن شاء الله المرة الجاية تكون برضه على حسب اختياركم إن شاء الله. واتشرفت بكم كلكم النهارده، ولو حد احتاج أي حاجة ابعتولي في أي وقت، وربنا يوفقكم كلكم إن شاء الله. شكرا يا باشمهندس. تصبحوا على خير.